قيمة عادية كده يعني، فيه موجودة. يلا نحن بعدها خلاص شيء جاهزين. طيب انا بقى اعمل هوستنج، لسه ما ظهر عندي. راح اعمل لك لا انا قصدي ده اعمله في الفيس، لكن لسه اوكي. ما ظهر انك انت عامل لايف. انت عامل لايف؟ اي نعم، خشينا على الشباب خلاص لكن ما ظهر عندي هنا. أغلب الناس بيحضروا في فيسبوك لأنه الزوم الشبكة كعبة. ايوه، لكن انا صراحة دي ظاهرة جديدة، انه العايز يوصل رسالة يستخدم، يعني حسب التقرير الاخير جاب نسبة كبيرة، ما متذكرة كم، لو شفتوه التقرير بتاع الاتصالات، نسبة زيادة الاستخدام بتاع التكنولوجيا في 2020. بعد ذلك جايب لك التطبيقات، فالرقم واحد الفيسبوك، فالجاب ما بينه وما بين بقية التطبيقات تقريبا 30% او 40% حاجة. لا لا جاهزين نبدأ؟ يعني ان شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمسية جديدة من أمسيات ونس على دروب النجاح. أول حاجة يعني بشكر كل الناس اللي تواصلوا معنا، وكل الناس اللي أبدوا يعني دون يعني انطباع جميل عن البرنامج، ادونا فيدباك. وهي في النهايه يا جماعه يعني الحياه دي عباره عن تلاغ وحفكار، يعني فكره من هنا وفكره من هنا، والناس يعني بعد ذاك تجويده. يعني نحن طبعا ما بندعي الكمال، ولا بندعي انه الونسه بتاعتنا دي خلاص يعني واو والله كده يعني. فهي موضوع بسيط جدا جدا، اللي هي سير الناس. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نغص عليك احسن القصص وكده، يعني فالبرنامج كله يعني حتى بتاعت مشاركه، بتاعت يعني تجارب، مشاركه بتاعت سير بتاعت ناس وكده، على اساس انه الناس كلها تستفيد منها. يعني ممكن انا غد القى سيره او القى لي قصه تلهمني، او اسمع لي لزول يلهمني، او يعني حاجه تعدل لي الحاجه اللي انا السكه اللي انا ماشي فيها. فهدفنا كله الاساسي انه الناس يعني يكون في ترابط بين السودانيين، ترابط بين الناس الخبراء، وترابط بين الطلاب، وترابط بين الناس المهنيين، وكله كله كله قطاعات الشعب، يعني انه يترابطوا مع بعض وعشان الناس تمشي لقدام يعني. فانا بشكر اي زول يعني اتصل بينا، رسل لنا، هاتفنا، وابدا يعني اعجابه بالبرنامج. وبعد ذلك نحن برضه يا جماعه الدعوه بنقدمها لاي زول، يعني اي زول عنده يعني في طلاب من جامعه الخرطوم قسم او جامعه النيلين كليه الهندسه الكيميائيه، فبرضه يعني يقترح اقتراح جميل. فاي زول يا جماعه عنده زول شايف انه والله الزول ده يعني مثله الاعلى، او الزول ده هو نجح في حياته، ما عندنا اي مشكله نستضيفه هنا ونتونس معاه وناخذ منه التجارب بتاعته يعني. والليله يا جماعه عشان الواحد ما يسرح كثير وكده، الليله هنستضيف يعني شخصيه جميله جدا جدا، يعني شخصيه بسيطه جدا جدا، تمام؟ اخونا هيثم الكاشف. هيثم طبعا يا جماعه خبير في الاسواق الافريقيه الناشئه. هو طبعا بعد شويه هيشرح لنا الحاجه دي، انا بس بقول لكم نبذه صغيره كده عن الحاجات بتاعته. خبير الاسواق الافريقيه الناشئه في القريه التكنولوجيه في الجامعه النرويجيه، مدرب ديزاين ثينكينج واجايل، مستشار ومطور في مجال رياده الاعمال. اشتغل في مجال البترول في شركات اماراتيه اردنيه سودانيه وفرنسيه، وعضو مؤسس لرابطة طلاب الشهادة العربية في السودان، ورئيس المؤتمر التأسيسي، ورئيس مهرجان أبناء المغتربين. حبيبنا هيثم، تفضل. يديك العافية شديد يا ياسين. أنا حبدأ بالحاجة اللي أنت بديت بيها، الحتة بتاعت إنه ونسى في دروب النجاح. يعني حقيقة الحاجة دي كان عندي فيها كفكرة من زمان، حكاية المينتورشيب اللي هي الإرشاد النصح، يعني البني آدم داير زول يكون قريب له ويرشد وينصحه. حقيقة أنا يعني من ما مخططين للموضوع ده، لكن أنا كنت داير يكون البيز بتاع الحلقة بتاعتي إنه
الناس اللي ساهموا في تكوين شخصيتي، الناس اللي ساعدوني، دي الحتة اللي أنا كنت داير أخصص لها السجن بتاعي، إنه وجود ناس في حياتك مهم شديد إن هم تلقى الدروب الصح. يعني هي وزي ما انت قلت حاسس جمعت ما بين الورثه والدروب، يعني انت في النهايه ده اللي يقدر لك الدرب عشان انت تقدر تمشي وتنجح في طريقك يعني. طيب انا هيثم الكاشف، سوداني من الشماليه دنقلة. في معلومه جيت للجامعة وتاني قررت إني أنا ما أرجع السعودية. ليه؟ لأنه حسيت إنه السودان بلد غني بالتجارب، غني بالعادات، غني بالتقاليد، فأنا محتاج أقعد هنا وأشوفه وأفهمه أكثر. بعد ذاك كونك تكون عايش في السودان باعتبار إنه ده وطنك، بتكون عندك فرصة كبيرة جدا في إنك أنت تتعلم من تجاربك، تتعلم من حاجاتك، تتعلم من أخطائك، لأن في النهاية بلدك والناس الموجودين فيه ناس قريبين لك، سودانيين نفس الثقافة نفس العادات والتقاليد، فأنت بالتالي بتقدر تنجح في الدولة دي بكل سهولة يعني. زي ما ذكرت كان نشأتي في السعودية. أول واحد أثر علي أنا بحس إنه هو الوالد، ربنا يمتعه بالصحة والعافية. الوالد لما كنا صغار كان يعني بيحب جدا انه نحن نقرا، فلدرجه انه مرات كان بيحفزنا بيدينا قروش بناء على رصيدك بتاع الكتب اللي انت قريتها، فغزة فينا الحته بتاعت انه الواحد يقرا كتب. انا بالنسبه لي صراحه حسيت انه انت محتاج تشوف تجارب حياه، الحياه دي ما متوفره لك بالساهل، يعني انت رصيدك في الحياه بسيط، عمرك، التجارب اللي انت بتمر بها بسيطه. في الحته اللي كانت بتغذي لنا الجانب يعمل لك زي سيموليشن، زي سيناريو، المواقف، الاحداث، الظروف اللي ممكن تمر بالانسان، فهي الحاجه دي انا اكتشفت ان هي موجوده في الكتب. يعني انت لما تجيب الكتب وتقرا سواء روايات او قصص او مذكرات، في النهايه انت بتعيش تجارب الاخرين. ده برضه بيرجعنا للكلام اللي انت بدات له يا ياسين، انه تجارب الاخرين ده انت بتشوف في السيناريو ده الخير والشر، بتشوف المجتهد نصيبه شنو، ما مجتهد نصيبه شنو، الدنيا ماشيه كيف، العواقب اللي انت ممكن تحصل لك شنو. ففي كميه من الـ صراحه من الكتب والروايات الواحد قرا بيها. لكن انا الحاجه الغريبه انا ما بديت بالروايات السودانيه، انا بديت بالروايات الأجنبية. يعني أنا لما كنت بقرأ الكتب فدائما كان بيجيبوا لك الأمثلة كان بيضربوها بروايات أجنبية، فتقريبا أنا قريت معظم الـ الروايات الأجنبية. وده الكلام بيرجعني اللي قبل كده في كلامك إنك أنت كنت اشتريت الكتاب بتاعك من مكتبة جرير. مكتبة جرير دي بالمناسبة أرفدت لنا كمية من الكتب، فتقريبا هي كانت بتقوم بدور الترجمة، أنا ما متأكد، لكن أنا قريت اغلب الروايات كان باللغه العربيه. يعني روايه الفرسان الثلاثه، احد نوتردام، موبي ديك، الارض الطيبه، روايه صينيه من الروايات اللي انا عجبتني، بعد ذاك الروايه بتاعت ادهم صبري وما الى ذلك. فحتى انا بتذكر كان مستفزاني جدا حكايه انه ادهم صبري ده دائما يعني زول مخابرات المصريه ودائما ناجح، فحبيت اعمل يعني الفت روايه زي في بطل سوداني، فهو كان بيتحدى أدهم صبري. ففي الختام حددت انه هو رجل المستحيل، واي حاجه بيغلب اي حاجه، لكن الحاجه الوحيده ما بتقدر تغلبها الزمن، فنحن عندنا الصبر، احنا ممكن نصبر عشان تنجح في النهايه يعني. فدي الحته اللي خلتني بجد احس انه انا الروايات والكتب دي فادتني جدا، وفعلا كان ابوي طلع صح. فهو كان بيقول لنا يا اخي انا بقول لكم اقروا الكتب، لانه لما تكونوا قاعدين في المجالس مع اخرين، فكل ما كان ذخيرتك العلميه والمعرفيه كبيره، كل ما كان انت قدرت تتناقش معاهم بالحجه والمنطق. نعم كده، قبل ما نمشي للحجه والمنطق ماشيين عليك كده، تمام. الفتره الدراسيه انت شكلك اكلتنا فيها يا هيثم. الفتره الدراسيه، طيب انا طبعا انا قريت بالسيستم القديم اللي هو في السعودية تقريبا لحد هسه ماشي، اللي هو
الابتدائية، الابتدائية أنا قريتها في مدينة الطائف في المنطقة الغربية، فزي ما كان زعلان حكاية الطائف دي اللي هي من المدن اللي هي ما استقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام الجاهلية، فكانت الحتة دي مزعلانة جدا. الطائف يعتبر من المصيف، مصيف في السعودية الرئيسي اللي بالنسبة للسعودية، جوها جميل، أغلب الأمراء موجودين فيها، تجاربنا فيها كانت جميلة لأنه برضو يعني كنا موجودين مع الجالية، الشباب السودانيين الموجودين كانوا في الطائف، فالحاجة اللي نفعتنا، يا ريت لو في ناس من أهل الطائف هيتذكروا الحتة دي، في ده برجعنا الحتة بتاعت إدارة المشروعات، إنه في الأمير سلطان كان عامل مزرعة ضخمة جدا بتاعت أبقار، المشروع ما نجح لأن المنطقة كانت باردة شديد فخلاها، فنحن بالنسبه لنا بقى لنا ملعب جاهز مصور كده، فكنا بنلعب في كره القدم، من الناس اللي كانوا في زمننا ومن الناس المشهورين يعني، في هيثم السعودي، هيثم السعودي ده كان بيلعب في المورد زمان، وفي وليد ده ابوه كان ضغطه، هو بيلعب كره قدم، لكن وليد ده كان في جامعه كمبيوتر معانا برضه، معروف انه بتاع كره قدم. بعد ذاك المتوسط، جزء من المتوسط كان في الطائف، والجزء الثاني في الإحساء في المنطقة الشرقية من الغربية للشرقية، فدرست فيها المتوسط والثانوي. الإحساء دي مدينة كانت جامعة الملك فيصل، أغلب يعني نسبة كبيرة جدا صراحة من الدكاترة السودانيين الموجودين فيها كان في جامعة الملك فيصل، فدي برضو حدتنا حتة بتاعت إنه نحن نحتك انا ابوي مهندس بتاع متفجرات، فشغله في القطاع المدني اكثر، لكن دي اول مره احتك بناس اكاديميين، ناس عم محمد عثمان، محمد قرشي، يعني قرشي، ما في داعي اذكر الاسامي نسيتهم، عمام نديل، فدائما كان النقاشات نحن جايين من المسجد واحنا كده، فبيفتح المواضيع العلميه دي، فصراحه ده خلاني احب الحته بتاعت انه الابحاث العلميه وكده، من الناس اللي يعني ربنا يديله الصحه والعافيه، واحد اسمه الطيب ابو الزين، بروف حسي حاليا، هو الطيب ابو الزين كان متخصص في الابل، الزول ده عمل ابحاث فوق ما تتخيل في الابل، وكان مصر انه مهما عملنا في الابحاث في الابل ما حنصل لنهايه، لانه كان بيستشهد بالايه وفي الابل افلا تبصرون، فكان دائما بيعمل ابحاثه في الابل. وبرضه في دكتور رمضان الله يرحمه، بروف رمضان ده كان متخصص عمليات في الصقور، فديل كانوا في المجال البيطري اكثر، فاحتكاكنا انا احتكاكي بالاعمامنا وخلاننا في المجال بتاع البحث العلمي صراحة الفترة دي خلاني احب المجال الاكاديمي يعني، فده برضه برجعني حكاية انه تلقى لك ناس يرشدوك. ف الفترة ديك أنا بديت صراحة لما أنا بديت أقرأ في الكتب والروايات وكده، جاني ميول إنه أنا تحديدا ماشي في المجال بتاع البيزنس أكتر، يعني أنا بحب البيزنس أكتر، فكنت بقرأ كتب الاقتصاد. بعد ذاك لما جيت الزمن ذاك ناس أوبرا وينفري ومجموعة ما أنا بذكر من الشخصيات كانوا كلهم خريجين اقتصاد، فده صراحة خلاني أحب الاقتصاد جدا جدا، فأنا خريج اقتصاد. فلما زمان لما كنت بدي اجازات السودان كنت بتكلم بس عن الاقتصاد وما الاقتصاد وكده والاداره، فسمعت بالمرحوم فاروق كدوده الله يرحمه، بروف فاروق كدوده، فاروق كدوده انا بعتبر انا بالنسبه لي ده هو العراب بتاعي في مجال الاقتصاد، اكثر زول خلاني احب الاقتصاد، وكان بيدرسنا الاقتصاد بطريقه علمية وبطريقة سلسة، كان بروف فاروق كدودة الله يرحمه، فبتذكر محاضرته من المحاضرين الأساسيين اللي هي المحاضرة بتاعته، المحاضرة بتكون مليانة، الناس كلها بتكون قاعدة وما بتحس بالزمن، لأنه كان عنده أسلوب شيق جدا في التدريس صراحة. وبعد ذاك كان عنده حاجة جميلة، خلاص الليلة تكلم لنا عن الزراعة، المحاضرة اللي بعديها بيجيب لنا زول من الزراعة، تكلمنا عن النفط المحاضرة بعدين عن النفط، فكان بيربطنا بالاقتصاد السوداني، صراحة أنا كنت بمشي أتناقش معاه كتير، فلما أمشي أتكلم معاه بيقول لي شوف أنا بدرسك الاقتصاد كلمة، لكن أنت لازم تقارنه بالسوق السودانية ماشي كيف،
فعشان تفهم الديناميكيه الماشي بها الاقتصاد السوداني، فانت لازم الحاجه اللي انا بقول لك اكاديميه تمشي تجربها في السوق وتخلق لك نموذج في النص. ده عشان كده الحاجه اللي اخذتها في حياتي، انا لازم اعمل لي كده نموذج في النص لاي حاجه ما بين برا وجوه. فخرجت اقتصاد في نهايه التسعينات، لانه نحن الزمن ذاك كان الجامعات بتقفل كثير لو بتتذكروا، وكان الحروب كثيره مع الجنوب ايام الحكومه السابقه الله يديها العافيه. ف كده انه الاهليه كانت مصنفه من المغضوب عليها. الاهليه يعني اغلب السياسيين اللي كانوا في الجامعات الاخرى اتفصلوا منها، فكان الملاذ الان بالنسبه لهم عبد الرحمن الأهلية. حتى بروف كدودة الله يرحمه هو ذاته عنده قصة مشهورة ومعروفة لو سمعتوها، إنه هو كان في جامعة جوبا، فالوزير إبراهيم أحمد عمر مش عارف مين ففصله من الجامعة، فهو مش رفع قضية لحد ما رجع الجامعة. أول ما رجع الجامعة قدم استقالته، فالناس يعني قام قال أنت رفدته ليه؟ سأل الزول ده قال والله أنا رأيت في الحلم إنني أفصله ففصلته أو أرفده فرفدته. فقال يا اخي انا يعني انتظر لحد ما يحلم انه تذبحني، فهو جاب حقه الادبي انه يرجع للجامعه وقدم استقالته وجا الاهليه. فقس على ذلك يعني. فبالنسبه لنا الاهليه كان دي الحته اللي اتعلمنا فيها الجوانب الانسانيه، يعني المناشط والروابط والجمعيات الادبيه وكذا، فكانت طره جدا جدا في جامعه عبد الرحمن الاهليه لسبب ما انا ما اعرف، لكن كانت بتستقطب الاهليه. فعشان كده كنا بنتكلم انه خريج عبد الرحمن الاهليه بيتخرج بشهاده اكاديميه وبيتخرج في علوم الحياه، انك كيف تعيش حياتك. ف الحاجه برضو اللي نفعتنا كان انه الروابط والسناير في الجامعه كان في تعامل ما بيننا وما بينهم، فكنا بنستفيد منه ونتعلم منهم. على راسهم استاذنا عبد الرافح، هو كان طالب إلى أن بقى مدير جامعة النورمان الأهلية في جمعية الرواد كذا ما هنا، فجمعيات كثيرة. لكن صراحة يعني تعلمنا فيها كثير، تعلمنا يعني شنو تكون عندك مبادرة، يعني شنو تكون عندك جمعية أدبية، يعني شنو عندك جمعية ثقافية، يعني شنو تعمل لك برامج تدرس بيها الآخرين. وكنا بنشوف عندنا في الجامعة اللي هي الجامعة ذاتها تكونت على التكافل، يعني مركز الأميرة أمين كده الصباح بتاع الكمبيوتر، فأغلب الكلية كانوا في مانحين بيمنحوها باستمرار. فده ذاته خلانا نفكر في الحتة بتاعت العطاء، إنه الإنسان يكون عنده عطاء وكده. طيب بس نوقفك شوية يا هيثم. اتفضل. أنت قريت المراحل اللي هي الابتدائية والمتوسطة والثانوي والعالي في السعودية، السعودية تمام؟ تمام. التجربة دي أضافت لك شنو عشان تجيب لنا في الجامعة يعني؟ طيب صراحة يعني ما في حاجة كده ملموسة. أنا ممكن أقول لك الحاجة اللي أضافت لي إنه الجامعة المدارس السعودية، فطبعا البلد قبلة للمهاجرين. في المدارس كانت عندنا ناس، انا الابتدائي ده ما بعتبره لان احنا كنا لسه صغار، لكن ممكن في الابتدائي تعلمت الفنون. يعني كان عندنا استاذ مصري بيعلمنا الفنون، انه كيف نستخدم اي حاجه موجوده في البيت، الملابس القديمه كده، علب الكبريت، علبه النيدو كده، كيف نحن نستخدمها. بالنسبه للمتوسط ما بذكر فيها حاجه اساسيه. اللهم انه في السعوديه كان التدريس يعني كان ديني اكثر، فكانت في كتب بتاعت سير الصحابة وسير التابعين. دي الحاجة أنا بذكرها في المتوسط، صراحة نفعتنا جدا برضو إنه نحن نشوف الكمية من القصص بتاعت الصحابة والتابعين، ونعرف أكثر ونتفكر في الزمن اللي عاش فيه ده. بالنسبة لي فترة الثانوي هي الفترة بتاعت المنافسة، اللي هي ديل فلسطينيين، ديل سوريين، ديل مصريين، ديل كده. فنحن في المدرسة دائما انت بتحس نفسك انك ما بتمثل نفسك كهيثم الكاشفي، انت بتمثل السوداني، انت قاعد هنا كسوداني في الفصل ده، فانت بتحاول انك انت تحاول تتنافس مع الاخرين بطريقة قوية. فنحن كنا بنحاول بالطريقة دي، نحاول نجتهد ننافس. فهذه الاضافات اللي ممكن اضافتها لي انا اعتبر
في الثانوي وفي المتوسط، بالإضافة زي ما ذكرت إنه كان عندي فرصة كبيرة نخش المعامل، ودي الحاجة المالي جناها في السودان مثلا، إنه في المعامل بتاعت الكيمياء، المعامل بتاعت الفيزياء، المعامل بتاعت الأحياء، إنك أنت بتشوف الحاجات قدام عينك، بتمشي تجربها وتعملها وتمارس فيها باي هاند يعني. فالحاجة دي نفعتني لما جيت اشتغلت تقنية أستاذ، فالحقيقة التجارب اللي أنا كنت بعملها هناك كنت بجي بعملها أيام كنت في المدرسة. لكن الإضافة الحقيقية اللي أنا بعتبر إضافة لي اللي هي الفترة بتاعت الجامعة، لما كنت في الجامعة. أيوه، في طيب الجامعة سنة معلش، تفضل. قد ايش يعني انت درست جامعة أم درمان الأهلية أيوه ودرست اقتصاد، وريتنا الموتيفيشن اللي خلاك انت تقرا اقتصاد، ليه جامعة أم درمان الأهلية؟ جامعة أم درمان الأهلية، أول حاجة أنا أم درمان، دي هو الحاجة. نمرة اثنين أنا عندي عمي جرى فيها وأولاد عمي جروا فيها، فلما أنا كنت باجي صغير فدائما كنا بنمشي لما كانت كلية، فكان صراحة عاجبني المجتمع بتاع أم درمان الأهلية. هل تعلم إنه أنا شخصيا ما كنت بعرف جامعة الخرطوم ولا جامعة السودان، ما كنت بس يعني ما كنت مركز معاهم شديد كده، بس انا الجامعه الكويسه اللي هي جامعه ام درمان الاهليه كان بالنسبه لي. دي الحاجه اللي انا بجد ما قادر القى لها تفسير، لكن ممكن ده التفسير الوحيد يكون انه عندي عمي قرا في الاهليه، وبالمناسبه اتزوج زميلته يعني من الاهليه، وعندي برضه ولد عمي قرا الاهليه واتزوج زميلته من الاهليه، وبعد ذاك اصحابهم اللي كنا بنتعامل معاهم اصحاب عمي عبد الودود، اصحاب عمي ولد عمي هشام عبد الوهاب كاشف. فكنا لما نحن نيجي صغار اشوف التعامل بيناتهم كده، فده كان ده الحته خلاني الاهليه انه انا جامعه اقرا فيها. الحاجه الثانيه بروف فاروق كدوده، ما انسى الحته دي. الحاجه الثانيه بروف فاروق كدوده لانه بجد انا بحب اقرا السير يعني، لحد حسي انا اي انسان بسمع به هو بمشي افتش في السيره بتاعته، افتش حاسس ان النت سهلت علينا، لكن زمان ما كان بالطريقه دي. فزمان كنت بتسال كثير اوساط الدكاتره اوساط كده، فبتسال كثير. فصراحه انا ما بعرف، لكن انا بالنسبه لي في الاقتصاد ما بعرف غير فاروق كدوده الله يرحمه. طيب جيت اتنقلت من السودان، طبعا التصحيح بس الآية هي فلا ينظروني للإبل كيف خلقت، عشان واحد من الشباب ايوه ايوه عارف. احتج يعني، ف يعني غلطة أنا يعني سهوا. طيب جيت جامعة أم درمان الأهلية، وأنت أصلا يعني كنت في السعودية، درست المراحل بتاعتك كلها في السعودية، وجيت جيت الجامعة، الحياة الجامعية طبعا مختلفة أكيد من الحياة المدارس وكده، لكن الـ 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 أول حاجة واجهتك شنو؟ صعوبات إنك أنت تجي من السعودية، يعني جاي من برا وتجي تدرس في السودان يعني. والله انا الصعوبات يعني انا خليني اقول يعني انا كنت شهادة عربية، لكن المجتمع بتاع مدينة الاحساء كان مجتمع سوداني كبير، فنحن كنا يعني بنجي اجازات كتير، فكنا محتفظين بسودانيتنا يعني، ما حصل لنا استلاب ثقافي كتير يعني، في الكلام في كده ما كنا متغيرين كتير. لكن الحاجة اللي انا بجد كانت مضايقانا جدا اللي حكاية التمييز، حكاية انك انت طالب شهادة عربية بتدفع دولار ما بتدفع زي زملائك. في كثير من المعاملات في الجامعة لما انت تيجي تعملها بيكون بياخدوها معاك بالحتة بتاعت انه تدفع بالدولار. الحاجة الثانية انه لما يحسوا الناس انك انت شهادة عربية، وده كان في زي تنمر كده على الشهادة العربية، دي اللي بحس انه الصعوبات اللي كانت بتواجهانا. لكن في جامعة الامارات الاهلية، يمكن في جامعات ثانية كانت تكون ظاهرة، لكن في جامعة الامارات الاهلية ما حسيت بالحتة دي بصورة كبيرة شديد، لأنه أول ما جيت ما كنت أفكر في الأكاديميات بس، يعني زمان كنت الجامعة الجروبات بحاول أنطلق، رابطة أملاك كسلة بقعد معاهم فترة، أولاد القضارف، ناس كوستي، ناس البيض، وده السبب اللي خلاني أسافر أغلب ولايات السودان بالمناسبة، يعني حكاية الروابط اللي في الجامعة دي، كان بيجي عندي أصحاب من الجامعة من المدن دي، فبقوم بسافر معاهم المدن بتاعتهم، وده خلاني ارجع انه قراري ده كان صحيح، بتاعت انه انا الف السودان داخليا امشي مع الشباب دي. فدي الحته اللي
لقيتها قدامي يعني نفعتني شديد. الحاجة الثانية ممكن طريقة التدريس، ما عدا بعض الدكاترة، لكن في المجمل كده طريقة التدريس برضو حسينا فيه صعوبة، لأن احنا جايين من المدارس السعودية إن هي حاجة موجود فيها لاب في معمل، الحاجات متوفرة، بتجرب بتسوي كده. في الحتة دي ما لقيناها بنفس الكيفية اللي لقيناها أيام الدراسة بتاعت الثانوي يعني، لكن في النهاية تغلبنا عليها يعني، لأنه دائما بحس إنه في سناير. أنا والله أيام سنة أولى ما كان جنرال، سنة ثانية كان تخصص. فمن سنة ثانية أنا بتذكر مثلا دكتور مصطفى، شوف إنه الزمن ده هو كان معيد في الجامعة، فكان بيشرح لنا ويجيف معانا وبيساعدنا وكده. فمن الزمن ده كده الآن احنا متواصلين، لك أن تتخيل إنه كمية الدعم اللي احنا لقيناه عشان احنا نقدر نواصل أولى وثانية وثالثة. من الحاجات اللي كانت سخيفة اللي كانت واجهتنا يعني، يشكر بروف نمر انه ذكر الحاجه دي، كان في اللايف السابق، انه ايام الجامعه كان فتره التسعينات دي بالمناسبه كان فتره شرسه جدا، فالناس ما تفتكر انه مثلا ما كان في يعني دي الثوره الوحيده يعني، في ناس فقدوا ارواحهم، في ناس فقدوا جزء من جسمهم، في كميه من الناس، والاهليه كانت مستهدفه بالحته دي. فانه حتى زي ما كان بيجوها كوادر من تنظيمات تانية، كان بيجوها كوادر عشان يحاولوا يخمدوا الكوادر دي. في كان عشان كده الجامعة كانت مقفلة كتير، فكان واجهت مشاكل بتاعت انه نحن مثلا انا كزور كهيثم محايد، كان عندنا حاجة سميناها حزب الجامعة. حزب الجامعة دي انه يا اخي نحن من همنا الاول والاخير انه الجامعة تكون مستقرة، فنحن اذا كنا في الحياة فكان نحن بنتضرر كان كثير يعني، سواء اعتقالات، سواء يعني مثلا ما كان مرحلة تعذيب، لكن مثلا انه دائما بيتعرض لاعتقالات تعسفيه، فبجد كانت مؤذيه يعني. فعشان كده من سنه ثانيه، مما بديت انا ادرس اكاديميا وكلام بروف فاروق كدوده الله يرحمه، انه انا احاول احتك بالسوق يعني. من سنه ثانيه جامعه انا بديت انطلق خارجيا يعني، زي ما انا عندي حصص في السوق، زي كنت بعمل براي كده، زي الموضوع بتاع زي كيس ستادي، انه ادرس الشركات في السودان، البنوك في السودان، المصانع في السودان، تقسيماتها كده، فعشان انا افهم الماركت بالحجم ده. من الزمن ده كان بدات الحته بتاعت انه الواحد بدا ينتبه انه يعني يبدا الكارير بتاعه بدري شويه في المجال يعني. انا قريت اقتصاد، واقتصاد له علاقه بالاقتصاد الكلي، تنظيم الاعمال في البلد، بعد ده بيأثر على الاقتصاد الجزئي، بعد ده بيأثر على التنمية، ده كله لازم يبني من الانطلاق بتاعتي ان انا اقوم امشي اشوف الحاجة دي في ارض الواقع. الحاجة اللي نفعتني جدا 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 وربنا يديها العافية، وانا كنت مستني اليوم اللي يجي انا اشكر الدكتورة سحر. دكتورة سحر بشير دي كانت في جامعة السودان، هي بتاعت خريجة سكول اوف ماس، لكن كانت يعني بجد هي المرشدة. أنا طبعا حياتي مقسمة، كل قسم فيها بيكون في زول مرشد بيستلمني بيعلمني بيأهلني بيخليني أمشي المرحلة دكتورة سامر، الثانية وأنجح. ف يعني دي رسالة لكل الناس اللي بيستمعوا لنا ديل، إنه بجد بجد يعني أنت الزول اللي بينصحك أمسك فيه قوي، اللي ما بينصحك فتش له زول ينصحك. فانا حاسس في حاجات كثيره ما سمعتها من دكتوره سحر في السعوديه، ربنا يديها الصحه والعافيه. لكن بجد يعني لما كان بيقول لي يا هيثم في الكورس الفلاني، انت خريج اقتصاد في الكورس الفلاني امشي اقراه، يا هيثم في الجامعه الفلانيه عاملين برنامج امشي شوفه امشي كده. انا بتذكر جاتني منحه لهولندا عن طريق دكتوره سحر، انه ناس هولندا دايرين زول خريج شهاده سودانيه يمشي هولندا، بتقرا السنة الأولى تقراها اللغة، وبعد ذاك بتخش السيستم، بعد ذاك بتقرا. الزمن ده كنت في سنة تانية جامعة، فرفضت إن أنا أمشي هولندا. السبب كان إنه الفكرة بتاعت يا أخي أنا فضل لي سنتين وأتخرج أمشي تاني أبدأ. بعد ذاك عندنا القراية يعني ده كان طموح الوالد والوالدة إنه نحن نقرا. فقلت يا أخي أنا لا يعني أنا ما هأجل فرحة أبوي وأمي، بل بقدر يوص أكثر من كده. فضل لي سنتين أخلصهم أجيب لهم الشهادة، بعد ذاك أنا حر أسوي اللي أنا داير أسويه يعني. نعم. فا
يعني سحر نفعتني شديد، دي أيام الجامعة يعني لحد ما تخرجت. طيب، ف اول حاجه نرحب بالناس اللي انضموا لنا في اللايف في الفيسبوك، ونرحب بهم في ونس على دروب النجاح مع اخونا الاستاذ الخبير هيثم الكاشف. طيب يا هيثم، الاقتصاد، يعني انت الوقت ذاك لما كنت طالب في الجامعه نظرتك شنو كانت للاقتصاد؟ واسع نظرتك شنو؟ يعني ما اكيد انت لما تكون طالب بيكون يعني اكاديميا بتكون شغوف، وبتكون لسه يعني الخبرة العملية بتكون بسيطة يعني، لكن انت قلت طلعت وبروفيسور كدود الله يرحمه يعني قال لك امشي السوق عشان انت تقدر تشوف الاقتصاد ذاته شغال كيف. فكان نظرتك شنو للاقتصاد للوقت ذاك، والمؤشرات كانت كيف يعني انك انت تقدر يعني تقدر تقيم بها الاقتصاد في الوقت ذاك واسع يعني. والله شوف، الزمن ذاك صراحة الاقتصاد، مع انه كان في الحظر، الاقتصادي بتاع امريكا بدأ، لكن مثلا ايام انا كنت بطلع برا بمشي، يعني انا التقيت ببروف عصام صديق. عصام صديق يعني هو بيعتبر من اوائل الناس اللي اشتغلوا في السمن، في السمن العربي، وعنده مصنع بتاع انه يعني حتى السمن قام مصنعه لعملية غير مضافة لكذا نوع، كذا بودرة، بودرة للصناعات، بودرة للصناعات الدوائية مثلا، بودرة للصناعات الغذائية وهكذا. فمشيت انه مثلا السمر العربي، السمر العربي دي من ال يعني منتج سوداني ما في من، يعني الحظر ده ما شامله، يعني الحظر ده ما كان شامله اي حاجة، فكان بيتصدر وكان بيمشي برا. فهنا حسيت الموضوع بتاع الزراعة. بعد ذاك صراحة كان في ناس، يعني دي يمكن يكونوا ناس من الناس القدامى الله أعلم، كانوا في انا بتذكر في وزاره التجاره، في وزاره التجاره كان في الكتيب. الكتيب ده انا ما لقيناه زيه تاني. انا اول مره اكتشف انه حب البطيخ ممكن يعتبر صادر، يعني زمان ده كان احنا ما كنا عارفين. فبتذكر كان في كتيب، هو عباره عن مجله، المجله دي مطبوعه طباعه فخمه جدا، جميله جدا، على حسب ما فهمت ان المجله دي تتوزع للملحقيات، الملحقيات التجاريه في السفارات السودانيه في الخارج. لكن صراحة الكتاب ده كان غيم، أنا أول مرة أعرف فيه إنه التصنيفات بتاعت الحبوب الزيتية والحبوب البقوليات، بعد ذاك حب البطيخ، حب القرع، كده. فكان في معلومات ترى الكتاب ده، المجلة دي أنا بتذكر يعني أضافت لي حاجات كثيرة. بديت أفكر في إنه صراحة الزمن ذاك ما كنت لسه يعني الحته بتاعت انه القيمه المضافه ما كان فهمناها بشكل كامل، فانه خلاص دي حاجات نحن ممكن نصدرها برا، نصدرها ونجيب منها عائد، خصوصا للدول اللي هي نحن ممكن نسوق لها الحاجه دي. مع انه انا الزمن ده بس الموضوع كله كان حته، الموضوع كان عايز تنظيم. يعني انا زمان، الزمن ده كان حكايه، انا كنت انا واحد من الناس كان ضد الولايات، انه ما يكون في ولايات، انه التقديمات ما تكون ولايه بعد ده كل ولايه بتحاول تكون عندها ربط مادي يجيبوه. الحته دي بتاعت انه في فرص اقتصاديه تنفع السودان، ما زي حسي، حسي خلاص السودان اقتصاد انهار، انه في فرص اقتصاديه السودان ممكن يستفيد منها، لكن كنا محتاجين الحته بتاعت الريجوليشن. الريجوليشن ليه احنا كنا محتاجينه؟ لانه مثلا بتذكر الزمن ذاك لما نيجي نشوف انه الصادرة الماشية من بيطلع بيخش عبر كم ولاية، فكل ولاية حيدفعوه كم لحد ما يصل ميناء الصادر، غير التكاليف الثانية. فكان في حتة بتاعت انه ما منظمة الحتة دي. فالحتة كان الحاجة الأساسية انه الاقتصاد ماشي ينهار، ماشي ينهار. والزمن ده كان في نهاية التسعينات، كان استلم دكتور المرحوم برضو عبد الوهاب عثمان. بالنسبة لنا برضو كانت تجربة جديدة إنه نحاول ندرس، هم شخصيتين اللي هو عبد الرحيم حمدي وعبد الوهاب عثمان. عبد الرحيم حمدي أنا كنت يعني عاجبني طريقته، لكن بس الحتة بتاعت إنه التحرير الكامل للاقتصاد ما كان معجب. ليتر اون بعد ذلك عرفت انه هو ما كان، يعني ما كان نظرته للموضوع بالصوره دي، انه كان بينظر له انه هو ميكس ما بين الاقتصاد المجتمعي وزاد الاقتصاد
الاقتصاد المالي وكده. ف دي حته بتاعت انه بعد لما جاء عبد الوهاب عثمان اللي هو لحد ما قدم استقالته في البرلمان وطلع، انه كان مصر انه هو داري ينظم الموضوع بتاع الاقتصاد بشكل كامل، لكن للاسف ما قدر لانه واجه عراقيل وكده. لكن صراحه لو الزمن ذاك شويه احنا ركزنا، ما كان الموضوع ما كان وصل للانهيار اللي احنا حاسس شايفينه ده. يعني حاسس ان نطلع منه ده موضوع ما ساهل يعني. ومن الناس اللي هو بجد بيشرح الاقتصاد بصوره جميله وعميقه، زميلنا حسام الدين اسماعيل، اللي هم حاسين في حاجه بيسموها لجان المقاومه الاقتصاديه، اللي هم تكتل بتاع ناس بانكر في البنوك وفي الاقتصاد وفي كده، او حسب لجان المقاومه الاقتصاديه، هم بيحاولوا يطرحوا اطروحات اقتصاديه بتفيد البلد. بالمناسبه دي حترجعني للحته بتاعت انه بعد ما تخرجنا عملنا حاجه اسمها تطوير الاعمال في السودان. تطوير الاعمال في السودان ممكن احنا نجيها في حين، لكن دي ايوه مبادره. جايين لك عليها. طيب نحن يعني مستمتعين جدا بالونسه الهاديه والنفس الهادي، وان كان انت قاعد شويه كده قاعد ما قاعد قاعد تزغ لنا من حتات كده يعني، لكن نجيب لك لها راجع. بس نبهني الواحد يقرأ. الله يديك العافيه. طبعا يعني الواحد اول يوم الليله انا نستضيف زول شهاده عربيه، يعني كان كل الناس اللي استضفناهم لحد الان يعني درسوا في السودان يعني، ايوه فالليلة تجربة جديدة. إنه أنا أول مرة أكتشف يعني إنه هيثم درس نعم عربي. المدارس في السعودية وكده. طيب نجي للمرحلة بتاعت التخريج. أنت خلاص يعني قلت في سنة ثانية جاتك منحة لهولندا رفضتها، لأنه يعني ما عايز تأخر التخريج بتاعك، تمام؟ وسرحت ووديتنا لوزاره التجاره في الوقت ذاك، والكتيب بتاع وزاره التجاره وكده. طيب نجي للمرحله بتاعت التخريج، وبعد ذاك ان يعني انت الخطط بتاعتك كانت شنو؟ انت خلاص طالب يعني خريج يعني طالب اقتصاد او طالب خريج اقتصاد؟ الزمن ذاك صراحة احنا كنا مشبعين جدا 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 بالموضوع بتاع الاقتصاد، وانه يا اخي نحن الاقتصاد التنموي ده حاجة مهمة شديد، لانه يا اخي كنا بنحس بمسؤولية ادبية اتجاه المجتمع اللي احنا منتمي له. انه يا اخي نحن زي ما في الجيش اللي هم حماة الوطن، وفي الشرطة حماة الامن مثلا، نحن بنحس نحن حماة الاقتصاد. نحن يكون عندنا دور انه اللي احنا في الاقتصاد احنا ما غرينا وتشعبنا. انا شخصيا كتبت عملت زي كيس استادي كتير كده، تعمقت في الموضوع بتاع الاقتصاد ده، ان احنا لازم نلقى حلول. فدي الحته خلانا اول ما تخرجنا ما لقينا حته استوعبنا صراحه، والسبب كان احنا في البلاك ليست. الحاجه دي انا ممكن في ناس يكونوا عارفينها، انه في حاجه اسمها كان بلاك ليست. بلاك ليست اللي هم الكزان في الجامعه بيسجلوا اسمك انك انت بتكون ممنوع انك تشتغل في الخدمه المدنيه، تشتغل في قوات نظامية، أو تشتغل في أي حتة لها علاقة بالحكومة. ده بلاك ليست، خلاص انتهيت، تم تفتيش شغلك في حتة تانية. يعني حتى غير إنه أخرونا ذاته في الخدمة الوطنية. يعني أنا واحد من الناس، أنا أعمل خدمة وطنية أخذت عليه قريب سنتين، فالضرر كده ما بعض الضرر. لكن إحنا ما همانا كثير إنه الشهادة دي في النهاية بتثبت إن أنا قريت للجهات الأخرى، لكن حبنا للاقتصاد والدفعة اللي أنا قريت معاها والشباب اللي أنا قريت معاهم، خصوصا في ناس جايين من خلفيات مختلفة. يعني في ناس جاي الزول أبوه بانكر وفي القطاع المصرفي، في زول جاي أبوه من القطاع المالي الاقتصادي، جايين من ولايات بيزرعوا، جايين من ولايات مطرية مروية ومطرية، أيوة. وفي الناس اللي مثلا جايين من الحتات اللي فيها الثروة الحيوانية. فنحن كان بالنسبة لنا كان عندنا كده تكتل بتاع معلومات، كل بتاع معلومات احنا بنبدا ناخدها ونحللها بشكل اقتصادي. فعشان كده كان الحل الوحيد انا كنت شايفه الزمن ده، انه ما عندنا حل غير نعمل المبادره بتاعتنا اسمها تطوير الاعمال في السودان. تطوير الاعمال في السودان مبادره قاموا بها شباب بتاع اقتصاد ومجالات اقتصاديه مختلفه. ودي الحاجه بتخليني الجماعه الناس تستغل الفرص اللي حاسه عندها. نحن زمان عشان يعني مثلا نعمل لنا بروشور بنشتغله، وكنا بنوزع الحاجه دي بالايميلات. يعني انا كنت بمشي النوت كافيه، يعني بقعد بصمم الحاجه دي عشان بعد ذاك ابدا ارسل من خلال الايميل
في الليست بتاع الايميل، الناس هنبدا يعني يقروا الحاجه دي ويعملوا لي فيدباك، والفيدباك ما حنشوفه نفس اليوم، بنيجي مثلا بعد يومين نمشي نخش النت كافيه نشوف الناس كتبت شنو قالت شنو. لكن خلاصه المبادره بتاعتنا كانت بتقول شنو؟ كانت بتقول انه نحن نحاول ما خلاص في الحكومه ما حيكون منها رجع، عندنا القطاع الخاص نحن نحاول نركز في القطاع الخاص، بنحاول نطور القطاع الخاص. طيب القاده او الملاك الشركات الاسريه الملاك لها ناس تقليديين بحت، اللي هو شغل نحن بنسميهم تجار، ما بنسميهم رجال اعمال، بنسميهم تجار عقلية تاجر بيع وشراء وكده، وين عنده شركه وعنده مصانع، لكن في العقليه بتاعته المانسب بتاعته تجار. فنحن قلنا خلاص نحاول ناثر على الجيل الثاني من ابنائه. يعني يا اخي انت ابوك عامل له مصنع بتاع صابون، اوكي تمام، حققت منه ارباح، ما في حاجه تخليك تمشي تحاول تفتش لك مشروع ثاني عشان تعمل القيمه المضافه دي، تحاول تطور في الزراعه، تحاول تطور في الصناعه، تعمل لك صناعات مفيده. يعني مثلا انا ما حذكر اسماء، لكن الناس عملوا ده، عمل مصنع صابون، عمل مصنع صابون، عمل مصنع بسكويت، عمل مصنع بسكويت. في النهايه لما تيجي تمسك الخارطه الصناعيه بتاعتنا كلها ما فيها قيمه مضافه حقيقيه، انت بتبيع للمستهلك المحلي، بتجيب من هنا وبتبيع للمستهلك المحلي، في بعض الاحيان ممكن تستورد من برا، فهي بقى الضغط عالي جدا على الاستيراد، بقى الضغط عالي جدا على الاستيراد، لانه احنا عندنا تصنيع محلي. الزول اللي بالمناسبة هو بروف عصام صديق، هو كان وزير في فترة من الفترات، فناس متهمينه بالكوزنة وكده، لكن أنا من الناس اللي كنت شايفه إن هو شغال بيحاول يطور في صناعة السمر العربي. حسي عنده كان عنده زي ورقة علمية عن تكلم عن السمر العربي ودوره في اللي، فلو تشتو كان هنا، فعمل إضافة حقيقية إنه الصمغ ده ما يصدر خام، يعمل مصنع. المصنع معناته شنو؟ معناته حتجيب لك عمالة سودانية تشتغل، معناته المنتج ده يعني مثلا زي المسالخ، المنتج ده بدل الخروف يمشي بجلده بشحمه بحياته، لا انت بتجيبه هنا بتصدره بتشيل جلده بتباع كقيمة مضافة براه، الظروف الأحشاء اللحم كل قيمة وراه. فزي ما قلت احنا كنا مستهدفين أبناء الرأسمالية، كيف إنه أبناء الرأسمالية دي يحاولوا يشتغلوا بشغل اقتصادي في تنموي، ينمو المناطق، زي الشغل بتاع البترول. يعني البترول لما تيجي تشتغل في حته بيكون عنده دور ادبي في تجاه المنطقه بتطويرها بيعمل لها كده. فهم نفس الفكره، كان عندنا توجه. ما حقول احنا فشلنا او نحن نجحنا لانه الظروف ما كانت مواتيه، لكن لليله نحن ماشيين بالامتداد. يعني زمان احنا كنا تطوير اعمال في السودان على مستوى الراسماليه، ما لقينا طريقه، حسب عشوائيتين جينا على مستوى السمول ميديم انتربرايزز الاس ام ايز، بعد ده جينا لرواد الاعمال، فماشيين. لكن الفكره الاساسيه، فكنت متمني او لحد حاسس دي امنيه بالنسبه لي في الخاطر، انه يكون في زي هيئه، زي اسمها هيئه الرقابه الاداريه، تكون هي مسؤوله من تطوير الشغل بتاع القطاع الخاص. يعني اي زول عمل شركه خلاص هو بقى حقق ارباح منها، بعد ده المفروض يعمل حاجه ثانيه تفيد اكثر البلد، يكون قسم المجتمع المسؤوليه المجتمعيه يشتغل يعمل ينمي، لانه بالطريقه دي احنا ما حننجح. حاسس احنا مشكله حاليا، انه حاسس حاليا اي شيء بقى مستورد الضغط بقى عالي. اي نعم في صادر، لكن لما تيجي تشوف الكميه بتاعت الصادر وصادر وارد في خلل في ميزان المدفوعات. طيب بنرحب برضو معانا الشباب اللي في الزوم يا جماعه، بعد شويه يعني حنديكم الفرصه لو اي زول عنده مداخله وكده، برضو بنرحب بالناس اللي معانا في الفيسبوك، وبرضو ازيلتكم يعني اي ناس كتبوا ازيله وكده، بعد في نهايه الونس ان شاء الله بمرير لهيثم عشان يجاوب عليها. طيب طبعا احنا حنجي للاسواق الناشئه والرياده الاعمال والحاجات دي، اصلا هي دي لب الونسه يعني. طيب نجي قبل ما نمشي للعمل، الدراسات العليا يا هيثم. الدراسات العليا انا قبل ذكرت، انا ما حييت ما حنسى الدكتوره سحر بشير بنت درمان الاصيله. فبعد ما تخرجت كان دائما في الحته بتاعتي، هاي هيثم الماستر قدمت للماستر ما قدمت للماستر، هيثم مستني شنو؟ حاول، انا بساعدك، شوف تدار شنو، فكر في كده. الزمن ذاك ايام نحن كنا في الجامعه، قبيزة ذكرت لك المعيد استاذ مصطفى ده كان بيحاول يجرني للحته الاقتصاد القياسي اهميته، وكذلك
دكتور حاتم درسنا، كان طريقة مميزة برضه، هو من جنوب السودان، فبرضه درسنا الاقتصاد القياسي، بيقول لي حاول امشي الاقتصاد القياسي. في الدفعة بتاعتنا الناس كانت منقسمة لقسمين، اقتصاد قياسي او اقتصاد تنموي. فانا صراحة كنت في النص، يعني ما عارف نقسم امشي اقتصاد قياسي ولا الفرق اقتصاد بيناتهم تنموي. شنو يا هيثم؟ معلش، ها؟ الفرق بيناتهم شنو؟ الاقتصاد القياسي له علاقة بالرياضيات اكثر، بالفوركاستنج اكثر. فحسي احنا عشان تعمل موازنة بتاعت الدولة، عشان تعمل تخطيط للدولة، بتحتاج الاقتصاد القياسي، لانه بيجيب لك الارقام. من خلال الارقام انت ما محتاج تعمل حاجة. الاقتصاد التنموي له علاقة اكثر بحوجة البلد، تقسم البلد كخريطة جغرافية، المناطق الانتاج دور شنو، هنا محتاج شنو، هنا تركز على شنو. فانت ما كل دولة عندها ميزة تفضيلية، أو كل سوري مش دولة، كل ولاية عندها ميزة تفضيلية على الثانية. فأنت بتخطط لها كيف عشان هي تنمو من خلال الأرقام اللي حتجيك من الاقتصاد القياسي. ده الفرق بيناتهم كده باختصار يعني. فصراحة أنا بقيت ماشي في النص. طيب ها، البلد ما محتاج يعني، اتشبعت يعني، اقتصاد قياسي مليان، اقتصاد تنموي مليان. احنا عندنا الشورت في الإدارة، ده الحتة اللي أنا خلصت عليها، انه ما مشكلتنا موارد، ما مشكلتنا تخطيط، نحن مشكلتنا في ان الناس الحريه تنفذ الخطط دي. فانا قمت طوالي عملت شيفتنج من الحته دي. ولو انا ندمت على حاجه في حياتي، ندمت ان انا عملت شيفتنج من الاقتصاد الاداره، وده هوريكم انا حصلت كيف. فمشيت للجانب الاداري لانه حسينا لا، انه نحن محتاجين الاقتصاد ما حيصلح بالطريقه دي، الاقتصاد ما بيشتغل. نحن محتاجين الحته الثانيه الاقل منها، الحته بتاعت انه الاداره، الشركات تشتغل كيف، المصانع تشتغل كيف. دي الحته اللي خلاني امشي للحته بتاعت ماجستير في اداره الاعمال، انه انا لا، بحاول اشتغل على مجال الاداره اكثر. فعملت الماجستير بتاعي في اداره الاعمال في حاجه اسمها اكاديميه السودان للعلوم. اكاديميه السودان للعلوم دي حاجه متخصصه في الدراسات العليا، يعني هم مزجوا ما بين الأكاديميين والباحثين في حاجة سموها أكاديمية السودان العلوم. وبرضو عرفتها عن طريق سحر بشير. سحر بشير لمتني في، قالت لي، كان شغال معاه واحدة اسمها لبنى. لبنى دي بنت عصام، بروف عصام ده هو اللي أسس أكاديمية السودان العلوم، اللي هو كل المراكز البحثية مع بعض الأكاديميين عملوا الأكاديمية دي. حسب المناسبة هي موقفة، الوزيرة السابقة أبو كشوة تقريبا طلعت قرار إنه يوقفوا فيها، يوقفوا السيستم بتاع الدراسة بتاعه ولا شنو، ما متأكد بالضبط، لكن في النهاية هو توقف. لكن بالنسبة لي أنا كان أكاديمية فيها مازية بين اثنين، مازية بين الأكاديميين والباحثين الاثنين، لأنه نحن دراستنا كانت بتكون في المراكز البحثية، يعني ناس اقتصاد بيقولوا في مركز البحوث الاقتصادية وهكذا. فبالنسبة لي كانت تجربة سرة جدا جدا، درسنا فيها من الناس اللي درسونا، كان بروف حسن عباس، هو بتاع ماركتينج، كان مدير جامعة المنورة الإسلامية، محمد عبد المزن نسيت اسمه، ده درسنا إدارة مشروعات، هو شغال في كنانة، وقت صغير ما كبير، فكان لذيذ جدا جدا يعني. ودي حاجه خليني اقول لك حاجه، في كل محاضرتي بذكرها، الناس شباب في السودان بيزعلوا جدا من الجامعات اللي هم فيها، البيئه بتاعتهم اللي مش عارف ايه. لكن اخوانا بقول لهم انه ربنا يدي العافيه، الدكاتره السودانيين والبروفات السودانيين اهلوا لنا سيستم اكاديمي. يعني انا لما جبت شهادتي في النرويج اعترفوا بيها، ما اخذت شهرين، شهرين دي معاملات. فالله دي ما حاجه سهله كونه انه نلقى دكاترة في السودان. يعني أنا بعرف ناس من دول تانية ما في داعي لذكر الأسامي، بتواجههم مشكلة في شهاداتهم إنها غير معترف بها، لكن إحنا شهاداتنا السودانية. يعني أنا جبت شهادة أكاديمية السودان، جبت عند درمان الأهلية، لقيت لك معترف الاثنين. ومن درمان الأهلية كمان، عشان تعرف الحكومة اللي فاتت دي ضيعت الكفاءات من القطاع الخدمة المدنية، قدر شنو، إنه شهادتي الأهلية عندنا ثلاثة كولوم، عندنا بالأرقام درجات، وعندنا بالكاتيجوريز A B C، وعندنا بالساعات. فمرات بقول لك لا، دايرين دي ودايرين دي، على حسب. مثلا أمريكا عندهم، هنا عندهم نظام
اي شهاده واحده موجوده تفضل قدمها. هذه برضه ما حاجه يعني بجد انه يديهم العافيه الدكاتره السودانيين. فانا فتره الماستر دي كمان نفعتنا جدا في حته البحوث، كيس ستدي كيس ستدي كيس ستدي كيس ستدي كيس ستدي كيس ستدي، فاستفدنا منها جدا والله. هيثم، يعني ده كلام جميل، وتحية لكل الأكاديميين السودانيين، تحية لكل المعلمين، لكل أي زول يعني شغال في المجال بتاع التعليم والتربية والتعليم، يعني ربنا يديهم الصحة والعافية، ويعني نحن مقدرين يعني شغلهم ومقدرين كل شيء. طيب يا هيثم، بعد ده تخلي يعني انتهيت من خلاص، يعني عندك البكالوريوس، عندك الماجستير، ترجع تاني السعودية. لا يلا شوف، انا السعوديه رفضتها لانه قلت لك حتكون في قله في التجربه. يعني انت لو مشيت هناك في السعوديه حتشتغل مع مؤسسه واحده، مع زول واحد، مع شركه واحده، خلاص طموح هينتهي على هنا. انا ما داير كده، انا داير يكون عندي حصيله بتاع تجارب انه انا افيد بيها يعني انا لازم السودان ده باي طريقه، لازم انا احاول احل المعضله في السودان، لانه ما اتحلت ما حد يزول حيحلها لنا من بره. يعني لازم احنا اللي قاعدين في السودان ده نحلها. يعني اي نعم واجهتنا مشاكل في التوظيف، يعني ما احنا انا ما احنا ناس ما قنعنا من حته ان احنا نقدم لوظيفه عاديه. لكن الحاجه اللي بجد كانت ظريفه انه دي الحته اللي انا دخلتها في البترول. يعني انا كنت بفتش الشغل بالمناسبه، اشتغلت في كميه من الحاجات، شركات صغيره صغيره كده، لكن ما حتى في السي في بتاعتي ما بذكرها، يعني ما بذكرها لانه هي ما كانت تجارب انا ما راضي عنها اصلا. يعني انا زمان بقول لهم اخوانا، يعني حتى الاسماء اللي انا ذكرتها قبل، الشركات الراسماليه بتاعت الاسر دي، انا كنت رافض تماما اني اشتغل فيها، لانه انا ما استعنديش قاعد اشتغل مع زول ما حيقيم شغلي او ما حيهتم بتدريبي. فكنت بحاول في شركات بنحسب ان هي شركات كويسه، عشان كده اشتغلت في قطاعات كثيره، إلى أن جاء يوم بالصدفة في واحدة من المناسبات، زي ما قلت لك أنا كان عندي علاقات صراحة كبيرة برا الجامعة، فكنت دائما بمشي مناسبات. فبتذكر في إفطار رمضان واحدة من الشركات عاملة إفطار، فبتذكر التقيت بواحد اسمه شادي باكير. ده الزول نمرة اثنين، خلينا نمرة ثلاثة، الأول ذاك أبوي، نمرة اثنين سحر بشير، نمرة ثلاثة شادي باكير. شادي باكير هو لبنان الأصل، سويدي الجنسية. شادي باكير كان عندهم شركة بترول أردنية إماراتية اسمها أربيتكو، شغالة في السودان، هي سبلايرز لمعدات البترول، المعدات تصنع في شغل البترول. ده رجعنا إنه الحظر ده كان ظاهريا حظر سياسي، لكن الشركات في شركات الشركات البترول الأمريكية كانت بتورد بعض القطع اللي بتستخدم في استخراج البترول في السودان بطريقة كانت غير مباشرة، اللي هي عن طريق توكيليات أردن. دي الشبك ده السبب خلى شركة أردنية أو شركة أردنية إماراتية، إنه المنتجات بتمشي هناك بعدها بيعيد شحنها للسودان كل المعدات. عشان كده اشتغلت في البترول بجد. بيتكو شادي بكير ده في القاعدة دي حسيت إن أنا عندي ملكة بتاعت إدارة، بتاعت إن أنا شاطر ممكن يستفيد مني، فقام عيني معه في الشركة. كنت مدير المبيعات. الزمن ده كان ما بفهم أي حاجة في قطاع البترول، ما كنت بفهم فيه أي حاجة. فصراحة قمت شايل هم وخايف، وده خليني الحتة التانية، أنا تحية وتقدير للشباب السوداني الشغالين في البترول. يعني انا لما جيت اشتغلت في الشركه دي ما عارف اعمل شنو واسوي شنو، ما عندي معلومات، واول مره اشتغل ونصب جديد وكده. فمن الشركات اللي هي انا اتعلمت معاهم شركه بترودار، في شركه جريت النايل الزمن داك، وشركه بترودار، في معلومه ممكن الناس كلها ما عارف انها الشركات بتاعت البترول كانت سته الزمن داك، كانت جريت النايل النيل الكبرى، شركه بترودار، بعد ذاك شركه بتروناس انقلبت بقت وامبو كان النيل الابيض لعمليات البترول، بعد ذاك بقت في شركه اسمها سوداباك اللي هي سودانيه باكستانيه، الشركه الباكستانيه اسمها زوار، وفي سي ام بي سي اللي هو حسب بقى انرجي، والشركه السادسه شركه سودانيه خالصه اسمها ادفانس بتيوم ابكو،
فمديري كان صلاح الدين وهبي. صلاح الدين وهبي ده من الناس اللي كانوا شغالين في العراق تقريبا، بعد ذاك جاء مسك هناك. فانا لما اشتغلت في البترول الزمن ذاك خايف هشتغل وكيف، اروع شباب في قسم المشتريات البروكيرمنت كان لقيتهم في شركه بترودار، على راسهم واحد اسمه مدس المبشر. الباقي والله ما نسيته. مدس المبشر ده من الناس اللي يعني تعال واحده واحده يا هشام ما تشيلها، الشركات بتعمل كده، احنا هنرسل لكم انكويري شكله عامل كده، انت المفروض تردوا علينا بيه كده. وبعد ذاك مع المدير مع شادي بكير بدي يعلمني، لحد في ظرف فتره وجيزه انا اتعلمتها. يعني بعد ذاك مش جبت الكتب اللي لها علاقه بصناعه النفط، جبتها كلها بدأت أقرأ فيها أقرأ فيها أقرأ فيها أقرأ فيها. فقلت شهرين أنا دوام بخلص الساعة 4، أنا بكون قاعد لحد الساعة 9 10 بالليل بحاول أقرأ عشان أفهم الحتة بتاع قطاع النفط ده. ففي بعد ذاك خلاص استوعبت، بقيت ما عندي فيه مشكلة كبيرة. إلى أن بعد ذاك شركة أربيتكو دي أو أوبيتكو دي قامت تدريجيا انسحبت، جات خشت أربيتكو مرقت، جات خشت بدالها شركة اسمها اوبيتكو. اوبيتكو دي شركه فرنسيه سودانيه، كان معظم المنتجات الزمن ذاك ايوه ذكرتها، لانه الشركه شوف دي حته الفساد. في شركه اسمها نابسكو، شركه نابسكو دي شركه مصريه. لك ان تتخيل انه شركه تكون بتبيع منتج اكثر من الشركه الام، يعني انت دي الشركه الام، ده الوكيل بتاعك، الوكيل يكون شغال اكتر منك. ليه؟ لانه شو بتاع كوربشن. فالشركه قامت انسحبت وجات خشت بتوكيل جديد اللي هو اوبيتكو. كان في منتجات بتجي من اوروبا ومن كندا اللي هي لها علاقه برسم الحفر ومعدات الحفر كده، لكن اوروبيه وكنديه يعني. فبدينا نشتغل عليها، وانا اشتغلتها تقريبا فتره سنتين، الى بعد ذاك الشغل بقى مع الحته بتاعت الكوربشن العاليه، الشركات دي بقت ما قادره تشتغل. فبقت الاسلم والاصلح انه يدي يعني الشغل يدوا للجماعه الطيبين بشركاتهم المختلفه، وهم ينسحبوا ما يشتغلوا يعني. فقاموا انسحبوا تدريجيا. لكن شادي بكير علمني حاجه، هو انا بالنسبه لي ده الاب الروحي اللي علمني البيزنس، انه انا كيف اشتغل بيزنس، كيف اتعامل مع الكلاينت، كيف اتعامل مع الكاستمر، كيف اتعامل مع الكوليجز، كيف اتعامل مع الشركات، السيستم بتاع الاداره شربني له صح صح شادي بكير. بعد ذاك هو احنا طبعا في قطاع النفط لما الناس تورد حاجه الحفر دي بنسميها دي منتجات بترول، في حاجه بنسميها المنتجات المدنيه. المنتجات المدنيه دي اللي هو شركه البترول دايره، لكن ما لها علاقه بشنو، ما لها علاقه بالنفط، اللي هي مثلا كمبيوترات حاسبات. في الفيلد هناك مثلا عندهم كومباوند، الكومباوند ده داير مستشفى، داير عياده، داير مطبخ، كيتشن، حاجات كده. فاحنا شادي بكير كان بيقدر، ما هو كان شركته، هو مدير الشركه دي، ما كان بيقبل للقروش لا، لكن عمل له شركه ثانيه في الاردن وكان بيشتغل عليها انه يورد الحاجات المدنيه دي اللي السودانيين ما قادرين يجيبوها. فكان علمنا كيف انا اعمل سبلايرز وكده، لحد ما وصلت عملتها. انا كنت طوالي عملتها قبل ما، بعد ما اشتغلت من النفط زي سنتين، اشتغلت في واحده من الشركات تابعه للجيش، واحده من الشركات اللي الناس بيتكلموا عنها. بالمناسبه اذا هم شايفين يعني 30 في اقول 70% في 20% ما شايفينها. يعني انا الشركه شغال فيها دي شركه موجوده معاها انا 7 شركات، والشركه دي فيها اصطاف وشغالين وكده، لكن جو من وين ولشنو والتمويل بتاعهم دي من وين ما في زول عارف. انا اشتغلت في واحده من الشركات دي زي ما بيقولوا باي اكسيدنت، لانه في واحد ده مديري اسمه جعفر. جعفر ده يعني تلاقيه بيقف في كم مناسبه كده، حس انه هو عقليته شويه مختلفه، ده يطور الشركه بتاعته اسمها مجموعه شركات السلام والتنميه، عاوز يغيرها. فقام جابني معاها، فاشتغلت معاه زي سنتين، لا والله سنه واحده، سنه واحده اللي هي بعد ذاك اختلفنا في الحته بتاعت انه انا ده اطور الشغل وهو ما ده اطور الشغل. فقمت خليت الشركه، لكن بعد ذاك انا تاني تعبت من ان انا اقوم اشتغل للغير، فقمت اسست الشركه بتاعتي. فاسست شركه اسمها كاديكو، شركه الى الان موجوده مسجله، اسستها في 2009. في 2009 انا اسست الشركه دي، وكانت شركه بتاعت سبلاير كونتراكتر، شغال في مجال السبلايرز، بنحاول نورد لشركات الشركات المؤسسات المحايات محتاجه. بدينا بقطاع قطع الكمبيوتر،
قطع الكمبيوتر، وبعدها جينا اشتغلنا في الهاوس هولد، وبعد شويتين حاولت اطور من الشغل بتاعي. لما بديت كنا دايما نعمل مصنع بتاع الطوب. مصنع الطوب ده لو سمحت لي خلينا ممكن اوريكم اللي هي انه الناس حسي الناس في الجروف، لو شافوا في الجريف وشافوا في مدرمان، الناس عمال الكمائن بيصنعوا الطوب الاحمر، لو شفتوهم الطريقه بيصنعوها بيها دي. طبعا دي طريقه ما في داعي اقول لك، هي بتخرب اول حاجه، بمضره للبيئه لانه بتستهلك كميه بتاعت حطب ثقيله جدا جدا. الحاجه الثانيه انه هي باسم شنو نسبه التلف فيها كثير، لانه ما في كنترول على الحراره. هم بيحطوا حطب بيقفلوا الكمينه، بعد ما تنتهي بيفتحوها، لما نيجي يفتحوها بعد ذاك نسبه التلف بيكون كبيره جدا جدا. فانا خليني اوريكم بريفلي كده الحمد لله. زمان ذاك الواحد كان عنده قادر. طيب دي المصنع بتاع الطوب. مصنع الطوب عبارة عن شنو؟ عبارة عن غرف. دي عبارة عن غرفة لو شايفين، 1 2 3 4 تقريبا زي 12 عين. العين دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن بيستخدموا الراجع بتاع الزيت بتاع السيارات وكده، بيقوموا بيستخدموه بيحرقوا به هناك. فده الغرفة بتاعت الطوب. العمال بيرصوه بالطريقة ده، طوب ني شايفين، بيقوم يعملوا هو بيبني في دي قدامه. دي الغرف بيحاول يبنيها بطريقة معينة، يعمل غرفة نمرة 1 نمرة 2 نمرة 3 نمرة 4، صفي 4 غرف. ده الطوب بيشيلوه. هنا الصورة ما في عندي صور، لكن أنا ما جبتها لكم كاملة، لكن دي ده مصنع الطوب. مصنع الطوب ده كل ده نجيبه في السودان، لأنه الغرفة دي بتتحكم في درجة الحرارة بتاعته في الفترة الزمنية بتحرق بيها الطوب. بعد ما ينتهي الطوب بتاعك بينتهي، يعني أنت ما في داعي تاني الناس الشغل بتاع إنه يخرب. يعني لما نعمل كمينة في قطعة واطية من البحر، الواطية دي تاني ما بتنفع للزراعة إلا بعد الزمن. فدي كانت من تجاربنا إن إحنا بنحاول نجيب به الطوب. ده واحدة من مشاريع الشركة اللي هي ما مشيت لقدام. أنا كان المصنع ده كان في مصر. كده معلش، التجربة دي وين اتعملت؟ في أي دولة أو شغالين بقى وين؟ البتاع اللي شغالين بيه في مصر، يعني مصر كله تقريبا شغالين بالمصنع ده. في مصنع صيني وهنا مصري، لكن المصنع بالنسبة لنا الصيني المعدات أرخص، لكن عشان نجيب للسودان كان هتبقى لنا مشكلة كبيرة. لكن المصنع المصري ده ممكن يجينا السودان، والصيانة بتاعته سهلة وكبيرة. المصنع اللي حسي شفناه ده، أنا مشيت للمصنع اسمه مصنع النصر. مصنع النصر ده هو اللي بيعمل المصنع ده بتاع الطوب، لكن ده نموذج له. فإحنا مشينا قابلنا سيد المصنع وقعدنا معاه وشفنا طريقة الإنتاج بتاعته عاملة كيف وكده. المصنع ده والله أنا أتمنى إنه يتعامل في السودان، لأنه زي ما قلت لك بتحافظ على الجروف الموجودة في السودان من هناك. فانت بس كل اللي بتعمله انه بتشيل التراب توديه له هناك المصنع، وبعدها بيقوم يتيو. طبعا في مصنع واحد وانت ماشي على الشماليه، في مصنع واحد هناك موجود، لكن هل شغال ولا ما شغال انا ما عارف. دي واحده من النماذج اللي احنا كنا دايرين نعملها. يعني دي دعوة طبعا للناس رواد الأعمال في السودان، يعني إذا الفكرة دي عجبتكم يعني هيثم قاعد ممكن يوروكم إنه كيف تو ستارت أب الحاجة دي وكده. طيب يعني شغل البترول، ويعني بعد ذاك عملت البيزنس بتاعك براك، وحاولت انه تجيبوا المصنع بتاع الطوب ده، لكن لعدة اسباب فشلته. ما وقفت صح، اكيد ما وقفت. انا ده مصنع الطوب رقم واحد. كان عندنا مصنع الزمن ذاك بالمناسبه، ان احسي في ناس فرحانه يقول لك يا اخي ان احنا بدينا نصدر وشغل الصادر ده فاتح، ان احنا ما الناس ما كانت شغاله. مش الناس ما كانت شغاله زمان، كانوا في السوق فطاحله ما تقدر تشتغل معاهم. انا بتذكر الحاجه دي، يعني مش حكولي، دي حصلت لي انا شخصيا لما كنت اشتغل في الصادر بتاع الصمغ
مش بتاع السمك سوري، بتاع الكركديه والسيمسون وكده. فزمان بيقول لنا يا اخي انت يا تنسحب يا توصل بضاعتك لحد برشلونه، نكلم ناس المواصفات يقول غير مطابقه ما تركب المينا، فهتخسر مرتين. رايك شنو؟ فبقوم بالراحه بتنسحب. فقمنا شفنا حاجه الناس ما شغاله عليها، فبتذكر كنت اشتغلت على القرض. بالمناسبه المعلومه دي بنعرفها انه القرض ده في مراكز ابحاث، ودي برضو دعوه للناس، مراكز الابحاث بتحاول بتشيل منتجات الناس ما عارفه عنها حاجه، لان هم اصلا دايرينها كابحاث، فبيطلبوا منك انت بتكون المورد الاساسي بتاعه. فبتذكر كان في مركز بتاع ابحاث في هولندا، مركز ابحاث ده عايز يعمل مطهرات، المطهرات دي كانوا عايزين يعملوا تجربه يعملوها من القرض. فبتذكر صدرت لهم شحنه بتاع القرض، لانه ده المجال ما كان شغال فيه، والليمون الناشف، الكركديه، السمسم، الحاجه دي كلها كان في، والبصل اللي كان في ناس ماسكين ما بتقدر تخشه. حاسس شويه تقريبا الناس يعني في شباب ممكن يشتغلوا فيها، لكن برضه ما معرضه للخساره، لكن في الشغل بقى فاتح. فعملنا بذكر الصادر بتاع القرض لمصر، سوري لهولندا، وكذلك من التجارب اللي عملناها اللي هي كل ده نعمله في الموضوع بتاع النفايات، إدارة النفايات، الموضوع المقلق العالم. وبرضه بتذكر مشيت مصر، لما مشيت مصر في شركة مصرية بيعملوا عندهم نظام، النظام ده عبارة عن خلايا. يعني أول حاجة عندهم المحطة الرئيسية بتاعت الفرز، بعد ما فرزوا عندهم خلايا، الخلايا دي نوعين. النوع الأول المواد العضوية بيشيلوها بيحطوها في خلية، الخلية دي بيعالجوها بطريقة معينة بيطلع منها سماد. المواد الغير عضوية بيقوم يجمعوها، المواد اللي ما بتتعمل لها ريسايكلين بيقوم يجمعوها في الخلية دي، بيكبسوها بطريقة معينة بيخلوها قاعدة في الخلية بتاعتها، بعدك بيتخلصوا منها بالخلية بتاعتها. يا دولة تشيلها بالخلية، فهي عبارة عن خلايا، كل خلية بيكون عندها دور معين. وبرضه كان تجربة كنا عايزين نجيبها من مصر، لكن برضه ما فشلنا. الحاجة الثالثة الحس، الناس شغالين، الشباب شغالين عليها، مش الشباب اللي هم بيسموهم، في ناس بيسموهم أطفال الشوارع، ناس بيسموهم أبطال الشوارع، الناس الهومليس في الشارع ديل، تلقاهم بيلقطوا القوارير الفاضية. القوارير الفاضية بالمناسبة برضه نحن من الناس اللي جبنا مصنع من الصين على أساس إنه يفرم البلاستيك، وبعد ذاك يتصدر كبلورات مفرومة للصين. كان واجهتنا مشكلة إنه البلورات دي بعد ما نفرمها لحد ما تصل ميناء بورسودان تكلفتها كانت بتكون أعلى من الدول الثانية. ففي الزمن ده كان المشروع وقف. فبتذكر كان في مؤتمر على استخدام البلاستيك، لو الناس سمعت ببروف الأمين رفع الله، كان على القضارف اللي هو من الولاة اللي كان منع استخدام الأكياس في وقت القضارف، فهو من الناس اللي كانوا عملوا المؤتمر ده. فنحن مشينا شاركنا في المؤتمر ده إنه الحكومة تدعمنا إنه نحن نقدر نصدر الحاجة دي. الزمن ذاك ما قدرنا صراحة، لكن حاسس أنا مبسوط بالحاجة دي، ما أشوفها إنه الناس بدأت تشتغلها، إنه الناس بقت تلقط وتبيع وفي السوق وكده، بيجي في شغل بتاع ريسايكلينج صراحة في السودان، مبسوط جدا الناس بدأت تشتغل يعني. المايك يا ياسين. مستفزعين جدا والله يا هيثم بالونسه بتاعتك دي، الله يديك الصحه والعافيه. طيب يا هيثم، السيدي مشروع فشل، مشروع فشل، الغاسم المشترك شنو بتاع الفشل في يعني حسب خبرتك يعني؟ القاسم الرئيسي انه الريجوليشن، القوانين في البلد. يعني نحن كنا بالمناسبه، ما هو الواحد ما حمي اثنين، انك تشتغل تمشي مع الموجه يعني، يعني حاسس الناس كلها تستورد، لكن انا لحد احس انا ضد اني استورد حاجه. ليه؟ لانك انت في النهايه انا ممكن، انا كهيثم ممكن اربح، ممكن اجيب منتجات بسكويت شوكولاته مش عارف ايه، بجيب واوردها للبلد، لكن انا ما حاسس يعني، حاسس انه دي ما في قيمه مضافه في الدوله. فنحن عيبنا كان انه احنا بنحاول نشتغل في حاجات بنحس ان هي ممكن بتغير من العقليه بتاعت البيزنس في السودان. بالمناسبة الفترة اللي نحن كنا بنحاول نشتغل فيها كقطاع خاص والحسي، الوضع ما واحد، في صعوبات،
لكن ما زي صعوبات زمان. زمان انت كان بصعوبات تولد من القطاع الخاص ذاته. يعني هسي الناس لما يسالوني هسي انت ليه بتدعم رياده الاعمال؟ ليه بتعمل كورسات؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل ويش؟ لانه انا بيهمني العقليه بتاعت القطاع الخاص تغير. يعني لو جيت شفت شكل الاعلانات كانت كيف زمان، وحس فتحت التلفزيون شفت الاعلانات في تغير كامل، الناس بقت تهتموا في الشغل بتاع المحتوى بتاع السوشيال ميديا اختف. قسم الماركتينج زمان كان مهمل في الشركات، هسه بقى عنده دور قسم الاعلان، قسم الدعايه، شغل العمل الكي بي ايز ما كان فيه. هسه الناس بقت تمشي. عشان كده فتره من الفترات قلت لهم يا اخواننا لما سالوني في واحده من الورش انا قدمتها انه من مصلحتك يكون في منافسين، فالناس استغربت يعني وين المصلحة في وجود المنافسين؟ فوجود المصلحة إنه القطاع ككل ممكن يفشل لو ما فيه ناس شغالة فيه. طالما ناس في شغالة في القطاع فأنت بتتطور، بتحاول تجتهد تعمل كده. في النهاية هو أنت هو الطرفين حتستفيدوا، عكس إنه ما يكون في منافس ليك شغال. يعني مثلا شركة تسلا لما كانت شغالة سيارات بالكهرباء كانت شغالة براها، لكن عشان تبيع سيارات الكهرباء كان دي موضوع. لكن لما الشركات الثانية بدأت تعمل زيها فالنهاية خلاص بقى واقع انه في شركات، لكن بعدها هو ما اخذ حق الريادة، لكن في النهاية في منافسين ساعدوا ان الحكومات تدعم النشاط بتاعه. جميل. نحن سيدي يعني ساعة وربع، الزمن الزمن يعني ماشي بينا لا مش يعني ساعة وربع. بصورة كده ما عادي، يعني ده بري انه الحديث جميل، يعني حتى ما حسينا بالساعة وربع. طيب يا هيثم، جينا بعد ذاك يعني المشاريع في السودان، حسيت انه في فشل في يعني القوانين المشجعة للاستثمار المشجعة لريادة الأعمال، ما يعني ما موجودة، تمام، ما في منافسة حقيقية. يعني طيب في خضم الجوطة دي الخطة بتاعتك شنو كانت؟ أو في وصلت لشنو الحكومة يعني بالمعنى ده؟ الجوطة دي أنا كزول بنحس إنه إحنا عندنا دور في التجارة المجتمع، بنحس إنه دورك ما بينتهي إنك أنت تعمل مشروع وتخلص. دورنا إنه إحنا نوعي غيرنا. أنا طالما كهيثم في ناس وقفت معاي وساعدتني في مسيرة حياتي، أنا ليه الحاجة دي أختصر؟ أنا والله لو أمنيتي الحاجة دي لو اتنفذت، لو في ناس هيساعدوني فيها، الحتة بتاعت المنتورشيب، إنه إحنا كيف نعمل موضوع الإرشاد والنصح ده. أنا حاسس مثلا شغالين في ريادة الأعمال، لكن يكون في السودان، يعني يكون عبر برنامج، يعني الشباب الصغار ديل يلقوا زول يوجههم يرشدهم، انت بتفكر في شنو بالضبط؟ انت بنحاول نقودك للطريق الصح عشان انت ما تضيع زمن في انك انت ما عارف تعمل شنو. فحسيت انه يا اخي نحن دورنا، والزمن ده من زمان، يعني احنا قلت لك احنا الزمن ده قبل مفهوم رياده الاعمال وقبل مفهوم الستارت اب والفقاعه اللي حصلت دي، احنا كنا شغالين، لكن كل زمن عنده متطلبات. حسي بقى الشباب كلهم، زمان احنا كنا في قله اللي ما عندنا حظوظ ما اشتغلنا، بنحاول نشتغل، لكن كتروا الناس، كتروا رواد الاعمال، كتروا اصحاب المشاريع الصغيره، وكتروا بعد بقوا كتله. بعد ده ممكن يكونوا هم اتحاد قوي يقدر يغيروا من القوانين عشان يقدروا يشتغلوا فيه، احنا بيقوا عندهم وجود. فدورنا كان انه الناس تفهم صح. احنا ما عندنا التجربه بتاعتنا اكاديميه زي السوق. الحاجه دي كان قالوا فاروق الله يرحمه، قال يا اخي انت العلم اللي انت عندك في راسك ده لو ما جربته في السوق السودانيه ما هتفهمه. عشان كده احنا محتاجين السودنه. حتى عشان كده حس الناس اللي بيناهضوا اللي بيقول لك الوصف بتاعت البنك الدولي وصندوق النقد دي ما مناسبه للسودان في وضعه الحالي. هو انت لازم تشوف الظروف المحيطه عشان تقدر تشتغل. فنحن بتيجي هنا، يعني انا لما اجي اقدم ورشه عمل عن رياده الاعمال، رياده الاعمال كسيستم هو سيستم ممكن نقول غربي بيتناسب مع الغرب. عشان كده احنا لما نوصل السودان بنوصله بشويه سودنه، بنضيف فيه شويه نكهات سودانيه، لكن احنا بنحس انه الناس ما تغلط. يعني بالمناسبه رغم انه هي فقاعه والناس شغاله، لكن بعد انه غلط للاسف، يعني بعد انه غلط ماخدينه في نقد العمل مع رياده الاعمال زي التنميه البشريه بتاعت انه حقق حلمك ما عارف ايه. هو ما كده، هو بالضبط ما كده، هو انك انت تملك السكيلز. السكيلز ممكن تملكه عن طريق تكون شغال في قطاع معين لحد ما تصل لمرحله النضج،
بعد ذاك شفت زي عشان كده في ريادة الأعمال عندهم مصطلح الاحتضان ومصطلح المسرعات. الاحتضان شنو؟ انت تمسكوك، اذا مسكوك الدرب صح تقوم فكك، بعدين انت بقيت ناضج تقدر شنو تنطلق، كل المهارات اكتسبتها. المسرعات لا، انت زول ناضج لكن محتاج شويه سكيلز في قطاع معين يدخلوك المسرع عشان شنو تنجح في القطاع المعين. فهو الموضوع كله داير توليف فكده في السودان. فاحنا شغالين انا والمجموعه معي انه دورنا زي قبل شويه ما قلت انه احنا محتاجين نقوي المنافسين، نقوي الناس اللي معانا عشان يفهموا. وبعد ذاك انه في فرص عالميه كبيره جدا بتضيع في السودان، الناس ما بتشارك فيها لسبب انه زي الليله يا حسام يا ياسين عذرا، الليله لازم تقدم منح جامعيه. حسي قلوب الباحثين السودانيين مهد للناس انه الناس تعرف كيف تقدم لي منح. نسبه الناس اللي بده يمشي منح كبيره ما زي زمان، لكن زمان المعلومه كانت قاصره، فالناس كان زمان بيرفضوك. ليه؟ لانك انت عرفت تقدم صح، تكتب شنو ومتين وكيف كده. نفس الفكره هنشتغل في الاعمال، في فرص كثيره برا. في يعني انا شاركت في مؤتمر الاستثمار الافريقي اللي هو في الايرلي ستيج، نحن بنحاول ندعم شركات، يعني الافارقه بيحاولوا يحسوا انه خلاص كفايه اهدار. شوف العقليه بتاعت الافارقه بقى كيف، انه كفايه اهدار للشركات الكتيجة من برا تشتري شركه ستارت اب. يعني زمان كانوا بيشيلوا موارد القاره الافريقيه، حسب بيجي يشيلوا موارد العقول الافريقيه، لا يكون استثمار افريقي نحن ندعم صغار المنتجين الافارقه. السودان ما كان عنده وجود، رغم انه فيها لمانه وموجود، لكن انا شخصيا تقييمي الشخصي انه الناس بعض غلط، المعلومه غلط. انت تعرف نفسك شنو؟ هل انت فريلانس ولا انت ستارت اب ولا انت اس ام ايز سمول بزنس؟ فانت التقييم ده كله تقييم عنده دور. حتى لما اتكلم مع واحد من رواد الاعمال يقول لك انا دار اعمل دراسه جدوى. دراسه الجدوى ده للبنك، انت حجيب قروش قد شنو سدد القروش عليك، لكن كتمويل سيستم بتاع ستارت اب انا محتاج منك البيزنس بلان. فالناس ما بيركزوا على البيزنس بلان، البيزنس بلان يكون فيه شنو؟ زي الكلام بتاع انك تقدم طلب لمنحه، المفروض تقدم شنو تكتب شنو؟ الناس تطلع من حته انه تنميه بشريه وحقق احلامك وتركب وتسوي كده، هو الموضوع ما كده. الزول ما ملكت المهاره الصحيحه، لان الحاجه دي لها علاقه بشنو؟ التزام ادبي. انت حتكون معاك موظفين عندك التزام ادبي، في ناس شلت منهم قروش عندك التزام ادبي. فالموضوع ما بالسهوله، الناس تبداه صح بتنتهي صح. يديك العافيه والله، يعني مدعه يا هيثم يا اخي، تسلم. طبعا التنميه البشريه دي طبعا معانا ريم، فريم دي ان شاء الله حنجيبها يوم نستضيفها هنا عشان تتكلم لنا عن الحته بتاعت التنميه البشريه واداره الموارد البشريه يعني. طيب يا هيثم، انا لحد الان يعني لسه انا عندي زي اربع محطات، اللي هي محطه بتاعت النرويج، المحطه بتاعت النولج مانجمنت سنتر اللي انت عملته في السودان ما شاء الله تبارك الله. طيب السعوديه تاني رجعت ليها والله؟ لا السعوديه رجعت ليها زيارات بس، يعني انا والدي واخواني. انا طبعا الوالد ربنا يديه الصحه والعافيه لسه شغال في السعوديه، ابوي ناس العوي مهندس متفجرات، لو في نشر الجغرافيك في تفجيرات عملاقه، لما يفجروا مبنى يتفجر للداخل ويبدا من فوق يمشي لتحت، او يتفجر من تحت يبدا لفوق، ولما يكون مثلا في حيطه جنبه. المهم شغل التفجيرات ده شغل ابوي، من الناس اللي اشتغلوا العقبه. اوكي. الان شغال في السعوديه. عندي اخويا الاكبر مني خالد، شغال في شركه بتاعت منتجات غذائيه، اغلب المنتجات الغذائيه الحسي الماسك ترند، ناس جبنه كيري ولباش كيري والفيمتو والحياه دي في السعوديه، دي منتجاتهم هم في المنطقه الشرقيه. عندي اخوان اثنين في تايوتا، ايمن وهشام. هشام شغال مدير الصيانه، وايمن في قطاع الغيار. فدي شغالين في السعوديه، وحسي الاخوات كذلك برضه مش السعوديه. انا عندي اختي امتسال كبيره، زوله بتاعت تغليف تحف وهدايا وورد طبيعي وكده، فعندها تراك ممتاز جدا صراحه، بتبدع في المجال ده. وعندنا اختي ابتهال، دي هي اخصائيه مختبر، يعني في الجينات تحديدا حاجه بالشكل ده، اخصائيه مختبر. اخر يعني عندي اختي الصغيره امتنان، في مجال الكمبيوتر. لكن بالمناسبه يعني بجد السودان محتاج يعني
محتاج وضع معين عشان تشتغل. يعني انا اختي دي اتذكر كنت بفتش لها في تريننج في السودان، امتنان دي يعني، قبل ما افتش لها تريننج مشت السعوديه اشتغلت في السعوديه، فبقت شغاله في مجالها والمرتب طبعا اضعاف مضاعفه يعني. فده بقى استنزاف بتاع عقول. لكن انا ما رجعت السعوديه صراحه، بس رجعت ليها بعد ما اتزوجت زوجتي الطبيبه اسمها دكتور رشا محمد فضل الله عمر، ربنا يديها الصحه والعافيه. رشا دي من الناس، انا لما هجرت، لما انا بديت اشتغل في البيزنس وكده والشركات وكده، بقيت زماني كله مركز على البيزنس صراحه. موضوع القرايه ده انا نسيته وتجاهلته تماما. الحاجه اللي رجعتني ليها زوجتي، ادتني روايه، ادتني روايه قالت لي اقراها وريني رايك فيها شنو. فبقيت في تحدي انه لازم اقرا الروايه دي عشان اقول رايي فيها شنو، ممكن اكبر يعني. فقمت قريت الروايه، وبعد ذاك ادتني روايه ثانيه، بعد شويتين رجعت للعالم الان. فحسيت في لحظه من اللحظات انه بجد انه في لحظه ممكن ال 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 في حاجات بتسرقك. يعني انا بتذكر انا يعني كنت شاطر في الاكسل، في البرزنتيشن، في الايميلز. ده كان شغلي، بكون قاعد لحد الساعه 10 بالليل في المكتب. انا مكتبي كان في المنشيه شارع السفاره الصينيه، فكنت بقعد في المكتب لحد الساعه 11 بالليل بشتغل اليوم كله. فحسيت نفسي لا يا اخي وين انا، انا كنت ضايع في، مش الله ما انا ما اقدر اقول، لكن النفس اللي كان بعد الفسحه مش بيقول لك حاجه بالشكل ده تقريبا. فبجد حسيت انه لا، فداير اقرا. فمشيت السعوديه كان دائما لزوجتي ولاهلي، لكن ما مشيت كشغل. بمناسبه الكتابه دي، طبعا نحن بنحيي معانا الكاتبه السودانيه رقية طه المغربي، وهي يعني كاتبه ما شاء الله يعني ماشيه يعني، لا بجد كتاباتها جميله بتسرقك. فيعني نحييها، وهي ذاتها معانا في الـ في الـ واحده من الـ واحده من التيم بتاع الـ بتاع البرنامج ده يعني، فبنحييها من هنا. طيب يا هيثم، النرويج. النرويج، النرويج بلد طبعا خلاني اجي. انا بعد ما حصل لي ظرف في الشركه، حريق عفره بتكون سمعت بيه، عفرات حرقت في 2012، فكان عندي اصول كثيره او راس مال كثير كبضاعه موجوده في عفره. فبعد الحريق خسرت كل راس مالي طبعا، كله خسرته يعني. بس الحمد لله، الحمد لله ما كان في زول طالب من دين. دي الحاجه الوحيده اللي انا احمد الله يعني. انا بتذكر كنت في سوق مدرمان بتبضع لما جه الخبر بتاع الحريق، فانا قاعد مع الناس قالوا افراح لقيت يا هيثم، قلت لهم الحمد لله. قال لي هيثم مالك؟ قلت له يا اخي شوف انا ما في زول طالب من الحمد لله، دي قوه شي راحت، الله جاب الله وداه. فلا بجد ذكرت انه تسال عشان رزقه في التجاره، انا ما كنت مفكر في موضوع التجاره كثير، فبدأت فوقه على مضض. لكن لما في قروش يعني، هي الله رزقني ليها والله شالها، وان شاء الله الخير اللي قدام. الخير بقى في انه مثلا فرصتي ان انا اتعلم اكثر وكده. فافراح حلقت في 2012، خلاص انا بصراحه ما وصلت مرحله يأس، لكن بجد كنت في لحظه كده المستقبل كان مظلم يعني. انا كان صاحب شركتي الخاصة وعندي راس مال وفي ناس شغالين معي، بالمناسبة أولادي وبناتي، ده مصطلح بيقولوا الناس شغالين معي يعني، ده في الإدارة. أنا ما أنا شغالين معي كلهم بيسموني أولادي وبناتي، أولاد الكاشف بنات الكاشف يعني، ما تبني، لكن هم شغالين معي موظفيني، فبيسموا لي زي أولادي واحد. فبعد خسرتها، في ناس فيهم بالمناسبة ربنا يديهم الصحة والعافية كان رفضوا يشيلوا مرتباتهم، تخيل يعني. انا الحته بتاع من افراح حلقت ما بتذكر، كان في اول الشهر تقريبا، في اخر الشهر انا كحق ادبي قمت وفرت لهم مرتباتهم، فرفضوا يشيلوا مرتباتهم. قالوا هيثم انت في ظرف زي ده وكده. حتى والله بتذكر كوثر وعشه ومي ونسرين وتوسل وعمار وخالد ويحيى وعمر، حتى شالوا البضاعة، قاموا البضاعة اللي فيها ما اتحرقت لكن وسخان وكده، قال احنا بنصرفها بطريقتنا وكده. ف ربنا يديهم الصحة، من هنا تحية ليهم. فبعد ذلك بقيت انه يا اخي طيب، انا اصلا انقلت من الدكتورة، انا عايز اعمل الدكتورة، وفي شباب ما يعني بجد يعني
يعني وقفوا معايا في موضوع الدكتوراه ده، ان انا لازم اعمل الدكتوراه وكده. فاعمل شنو؟ امشي الخليج، ارجع السعوديه، ولا امشي الامارات، ولا اعمل شنو؟ كنت رافض يعني صراحه. فاشباب يجزيهم خير، تحديدا صاحب عمري يعني السيد اياد محمد عرفه، واسامه عبد الله. اسامه شغال في اليون دي بي، يعني صديق عزيز جدا، وابا زر المنه. فديل بدأ يتكلموا معي في الحته بتاعتي، هيثم اوروبا، مش اوروبا، هتنجح في اوروبا، سافر اوروبا كده، يعني بدأ يتكلموا معي. فما اقتنعت شديد بالفكره، لكن الحاجه اللي خلتني اعجب باوروبا انه فيها فرص بتاع الدكتوراه. يعني خلاص انا بس طموحي ان انا اقرا اكمل قرايتي. فقمت وجيت اوروبا وجيت النرويج، لكن زي ما بيقولوا يعني انا جيت النرويج وتشكلت، اتوقعت موضوع الدكتوراه ده يكون سلس، لكن للاسف النرويج الدكتوراه فيها تعتبر وظيفه، يعني ما عندهم، ما زي الدول الثانيه تقدم بروبوزال كده، لا هم بيفتحوا بوزيشن عديل، محتاجين طالب دكتوراه في التخصص الفلاني، الناس تقدم، هي ما منحه عشان الناس ما تفرق، ما هو ما منحه، هي وظيفه بسكيلز معينه تقدم انت تشتغل معاهم، فهم بيعتبروك انت موظف عندهم لمده 3 سنة او 4 سنة، لكن عندهم ميزه بدون قروش، يعني دي احسن حاجه، انك انت بديك مرتب وتاخد شهاده، مرتب حوالي 45,000 ل 50,000 في السنه، فمبلغ محترم يعني، غير انك انت بتسافر وكده، ويعني عندهم، لكن ما في فرص كثيره. يعني انا لو داير اقتصاد ما القى، والله دايرين السنة ممكن يكون دايرين واحد بتاع هندسة كمبيوتر، السنة اللي بعديها دايرين هندسة كيمياء، اللي بعديها دايرين زول بتاع إدارة، فما معروف. فدي الحتة اللي أنا ما يعني بجد اتخذلت فيها، ما لقيت الدكتورة أنا دايرة. فلكن فرص الماجستير راكدة. فأول ما وصلت النرويج، بعد ما خلاص بقيت النرويج، بقت دولة إقامة لي، يعني بعد ذاك الموضوع الثاني موضوع اللغة، ان هم بيتكلموا اللغه الاسكندنافيه واللغه النرويجيه، دي ما اللغه الانجليزيه المتعارف عليها، ده كمان شوك تاني. فانا عشان انخرط في المجتمع محتاج اتعلم النرويجي عشان اقدر اسلك اموري واعرف ناس. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا محتاج اعيش في الانفايرمنت بتاعي بتاع رياده الاعمال والابتكار والانوفيشن وكده، ف داير الحاجه دي. فاول ما جيت زول جديد في دولة جديدة في مدينة جديدة، معارفك محدودين جدا جدا، لكن ده تعرف السيستم، انا ما داري ان الجالية العربية ولا السودانية في النهاية ما حيضيفوا لي حاجة جديدة، انا داري المجتمع ده اعرفه انغمس فيه. فبدأت اني اتعلم اللغة، اتعلم الكالتشر، نفعني اني افهم الكالتشر. دراستي في الماجستير لما درسنا، عندنا مادة دكتورة سماحة رضي الله العافية، درسنا مادة اسمها كروس كلتشر كوميونيكيشن، كيف تتعامل مع المجتمعات وكده، فدفعني جدا في ان انا احاول افهم المجتمع. في المجتمع كونت علاقات، اول وظيفه حصلت عليها لي من يعني مفارغات، يعني انا جيت اشتغلت في السل في الـ في الـ في السيستم التعليمي، يعني انا اشتغلت هو ما يعادل المتوسطه، يعني هو ابتدائي او الاساس، لكن هنا مقسمين الاساس 10 سنين، 7 سنين اطفال مع براهم، و3 سنين مراهقين براهم، لكن السيستم ككله اساس. فاشتغلت انا مع المراهقين ديل عمر 8 9 سنة، فاشتغلت يعني استاذ رياضيات. فدي كانت بعد سنتين من ما انا وصلت، يعني وصلت النرويج لسه متعلم في اللغه وكده. فبالنسبه للناس دي كانت مبهوره، انه يا اخي انا اشتغلت استاذ في مدرسه، حتى في ناس مصدقين يعني كونه يا اخي من السودان في ظرف في سنتين يشتغل في السلم التعليمي، فكان حاجه غريبه. لكن السر بسيط جدا جدا. قبل انا ذكرت انه ربنا يدي العافيه الاساتذه والمعلمين السودانيين علمونا واهلونا، يعني احنا لما نقرا الرياضيات في بلداننا بنقرا الرياضيات بالورقه والقلم، تشخبت، خدت الأس المضلع تعمل كده، الدائرة تعمل نص القطر كده، بتشتغل بالورقة والقلم، الأس الضرب الجدول ترفع الواحد، احنا بنشتغل بالورقة والقلم، هنا بيشتغل بالكمبيوتر. ففي طلبة كان عندهم مشكلة بتاعت يعني متابعة الدروس، إنه مع الأستاذ
كيف احنا يعني نفهم وكده. فانا بالذات اشتغلت كمتدرب وفي واحده من المدارس، لما اشتغلت كمتدرب في المدرسه كنت بكون مع استاذ بلف معاه، ولما نيجي نشرح بقوم بشرح لهم معايا ورقه بيضاء، بقوم بقول لهم دي حلوها كده، مثلا المسائل بتتحل 1 2 3 4 كده. فبتذكر في البريك الطلبه كان بيجوني، فبيجوني كيف يا اخي انت عندك طريقه معينه في التدريس كده درسنا. بعد شويتين بقى في الطلب، بعد شويتين بقى الطلب عالي، يعني بعد شويتين المديره قررت انه انا اقوم اشتغل معاهم في الـ في الـ انا اقدر اوريكم صوره تقريبا. هي الصوره ايوه. انا قمت جيت اشتغلت في المدارس استاذ رياضيات في المرحله في المرحله زي ما قلت لك ده أول يوم، ده أول يوم أنا جاوني في المدرسة. شايفين الصورة؟ أيوة الصورة دي أنا جابوني عشان أتكلم عن المناخ، كان المناخ في أفريقيا. فدي هنا دي أيوة دي الحتة اللي عرفت المدرسة بي. فأنا مشيت قدمت محاضرة عن المناخ، الطريقة كانت سلسة. بعد ذاك بدأت أجي أتكلم كل فترة والتانية بدي محاضرات، إلى أن شنو بدأت معاهم في التدريس. الصورة دي عبارة عن رحلة أكاديمية. الرحلة الأكاديمية عبارة عن شنو؟ هم عندهم خط سير، عندهم ورقة فيها خط السير، حيمشي جوا الغابة. في كل محطة خاطين أسئلة، يعني في أسئلة في المحطة وهم عندهم ورقة الإجابة جاهزة في يدهم. فانت لما تمشي تقرا السؤال تعمل الاجابه الصحيحه كروس، نمره 2 نمره 3 نمره 4. الناس بتمشي لحد ما تنتهي هناك تجمع الورقه بتاعتك. الفريق الفايز بيقوم بيجيب لهم بيدوهم جائزه. فهنا كان الحته بتاعت ان هم يطلعوا ويمشوا الجبل ويخشوا في نفس الوقت يبحثوا عن الاسئله، يتابعوا الخريطه عشان يمشوا السؤال الاول مربوط بالسؤال الثاني، فلازم يمشي بخريط بخط معين يعني. نعم. وفي صورة هنا دي كان برضو واحدة من الرحلات مع الزملاء جنب البحر. فاشتغلت في السلم التعليمي نفعني جدا صراحة، وأنا انبسطت جدا من الفترة دي. بعد ذاك بدأت أتعامل مع الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، ربنا يديها العافية، واحد اسمها ليتيتسيا. ليتيتسيا دي هي في ماسك القرية الأفريقية، أي القرية التكنولوجية. فالفكرة الأساسية إنه في البداية أنا لما بديت أشتغل معاهم، هم الفكرة بتاعت إنه هم يعني الناس مرفهة صراحة، يعني الدول الأوروبية دي في مرحلة رفاهية عالية جدا جدا. في المسألة بتاعت إنه هم دارين مشاكل، دارين يشغلوا عقولهم. فكان المشكلة بتاعت إنه يا هيثم تعال يا أخي، أنت عندك خبرة في ريادة الأعمال وكده، تعال أتكلم مع الناس دي، أطرح لهم مشاكل عشان يحلوها ممكن تواجه الناس. فبعد ذلك بقيت اتكلم معاهم، بيجيب مشكله في الطاقه، المهم فيما يتعلق بالاهداف التنميه المستدامه. كل مره بنختار واحده من الاهداف ال 17 بنركز عليها الضوء وبنقوم نقدم للناس الملاحظات. بدات اديهم مشاكل، بعد شويتين بدات اشرح لهم في ديزاين ثينكينج، البزنس بلان، الكده الكده. بعد شويتين انه بقى في الجامعه ركزت انه طيب لا، في منظمات نرويجيه بتدعم القاره الافريقيه بقروش، احنا بدل ما ندعمها بقروش ثاني احنا ندعمها عن طريق منتجات، عن طريق المهندسين النراويه. فجيت الحته بتاعت لحد ما وصلت لمرحله انا بقيت خبير الاسواق الافريقيه الناشئه، اللي هي بعد ذاك انا بقيت اساعد الستارت اب النراويه ان هم يستكشفوا اسواق جديده في القاره الافريقيه والمناطق المحيطه لها. اقرب شغلي له علاقه بالماركت ريسيرش، بعد ذاك البزنس بلان كده. فشغال معاهم وده بعد سنتين. فدي حته برضو كانت جميله، انه انا بعد 3 سنة يعني انا وصلت النرويج، دوله جديده، لغه جديده، مجتمع جديد، لكن قدرت احقق فيه الحاجات اللي انا بحبها يعني. ف تواصل معاهم الى الان والشغل ماشي تمام، لانه ده مجال انا بحبه يعني. نعم. طيب يعني حاجة جميلة يعني يا سيدي، نقلتنا يعني عايشتنا كده في أجواء من الطائف
في المملكة العربية السعودية، بعد ذاك الحصة، بعد ذاك جامعة أم درمان الأهلية، والمشاكل السياسية ألغت ظلالة على الجامعة، بعد ذاك الدراسات العليا، بعد ذاك السوق، حريق عفراء، يعني كلها يعني كده، يعني تجارب، يعني تجارب ملهمة جدا جدا. يعني من التجارب دي يعني لما وصلت النرويج يا هيثم، كان شنو في يعني ما اي زول لما طبعا يطلع من السودان وكده، اول حاجه طبعا بينبهر، طبعا دي حاجه عاديه، يعني اي واحد لو حتى لو مشى مصر القريبه دي بينبهر. لكن الحاجات اللي انت خلتك، يعني انا اول اتذكر اول ما مشيت سوريا، انا درست الجامعه في سوريا، يعني اول ما مشيت اول يوم نزلت من الباص بتاع المطار بالليل، فعينت كده واقف في ساحه المرجع، فعينت كده، يعني كان عندي طوال جاتني خاطرتين، يا رب انا هنجح في البلد دي ولا ما هنجح. فكان بغض النظر عن اي طوالي جاوبت لنفسي، قلت انا هنجح بس، وبعد ذاك وصلت يعني تمام. فشعورك شنو كان لما انت وصلت يعني وصلت النرويج، يعني لانك انت ما مشيت بالصدفه، انت مش ماشي وعارف انك انت ماشي النرويج تمام. فكان يعني غير الدراسات العليا وغير الحاجات هذه، كان الغرض الرئيسي او الهدف الكبير بتاعك شنو كان؟ والله انا الهدف الرئيسي هي ما كان عندي هدف غير الدراسات العليا، يعني لو ما الدراسات العليا ما كان مركتها، يعني كان ممكن امشي الخليج وكذا، فالهدف الرئيسي كان بالنسبه لي الدراسات العليا. لكن الحته بتاعت انه الدكتوراه بالكيفيه اللي انا ذكرتها اليك خلت مع ان عندي شويه صدمه كده، لكن ما في النهايه ده بالنسبه لي بقى واقع. بعدها انا كيف استفيد من النرويج، انا كيف كهيثم استفيد من النرويج دي، دولة غريبة، دولة لغتها مختلفة فكده، لكن في النهاية ما عندك مفر، ما خلاص هذه بقى واقع بالنسبة لك وانت لازم تعيشه. نعم فزي ما انت ذكرت ان انا هنجح، انا حسيت انه الخلفية بتاعتي الزمان خلتني اساعد. بس عليك والله تحية سريعة كده، انا عندي بنت عمي اسمها اماني كاشف، انا قبل نسيت اذكره، واحدة من الناس اللي هي علمتني أصول، هي أخصائية اجتماع، هي كانت عميدة الاجتماع في جامعة البحري، فهي من الناس اللي علمتني كيف أعيش حياتي في الجامعة، يعني هي أختي الكبيرة وبنت عمي وصاحبتي، كل حاجة علمتني كيف أعيش في الجامعة، يعني بدي تحية ليها. فالمهم جيت بقى واقع إن أنا لازم أعيش في الدولة دي. السيستم صراحة ما أكذب على الناس، السيستم صعب، لأنه النرويج بلد سوشيالايز، يعني بلد اجتماعي اكثر، بيراعوا لحقوق العمال، الاسره، الكذا، بلد رفاهيه، يعني الموظف يمشي الصباح الساعه 3 يكون قاعد ما يشتغل كثير كذا، لانه ده انك انت تقضي وقت مع الاسره، مع العيله، مع كذا. الناس ما بيفكروا انه احنا ما لدينا ناس تشتغل، هم مش ما لدينا، هم لدينا السيستم يكون بتاع رعاية اجتماعية أكتر من إن هي شغل بتاع زي أمريكا، تشتغل وتعمل وتنتج وتعمل كده. لا لا، ما بيشتغل بسيط، الدولة بتكفل بأي حاجة، حتى لو ما عندك الدولة بتكفل بيه. فكان بالنسبة لي دي حتة إنه ما حقدر أشتغل في المجال أنا بحبه، مجال البيزنس، مجال الإدارة، ومجال كده. فلكن إذا اتقفل باب اتفتح ألف باب. في النهاية خلاص أنا بالنسبة لي بواقع أعيش فيه، لكن أدرسه اشوفه البزنس. فلقيت القريه، يعني اكثر حته انا بالنسبه لي كانت يعني منفذ حقيقي اللي هو الجامعه النرويجيه لعلوم التكنولوجيا. بناء عليها انا قابلت رئيس البرلمان النرويجي، وقابلت مدير التنميه. انا خليني اوريكم، سوري، زوم شير، يعني جيت النرويج بديت اتعامل مع الجامعه النرويجيه لعلوم التكنولوجيا، القريه التكنولوجيه، شفت حاجات ما كنت، ما يعني الظروف العاديه ما كنت ممكن اقابلها. يعني في الصوره هنا دي ظاهره، دي صوفيا دي اول ريبورت بالذكاء الصناعي، فانا كنت من ضمن حوالي 12 نفر تقريبا قعدنا معاها تكلمنا معاها. كان بالنسبه لي التجربه بتاعت الحياه اللي شفناها في الافلام الزمان دي كلها، تيجي تشوفها شوف العين، يعني انت الزوره دي يعني بتحلل المعلومات وكده، فانت بتسال اي سؤال فهي مفتوحه على الانترنت، بتجيب المعلومات، بتقوم تجاوب عليك، تتكلم معاك. فكان دي تجربه
يعني بالنسبة لي كانت تجربة كده حاجة لا تعرف تخاف ولا تعرف تفرح يعني. هنا ده كان أول منصة لينا في لما جينا نعرف بالشغل بتاع ريادة الأعمال والابتكار وكده. فبدينا اللي كان أول ده كان أول منصة يعني. هنا بالنسبة لي هنا الشغل بتاع الديزاين ثينكينج، كيف الناس تعمل بروتوتايب، والناس طبعا الديزاين ثينكينج واحدة من المنهجيات اللي بتخلي الزول يجيب حلول مبتكرة للمشاكل. يعني انت ما بتحل المشكلة بس بتحل الهدف اللي انت مغرض المشكلة. فالناس بيقول لك البروتوتايب، فدي كان نموذج الافكار دي. ده في الشغل في المكتب، دي مكاتبنا. ده فريق التغاني المالية في المدينة، يعني المدينة عندها فريق بتاع تغاني مالية بيعملوا اختبارات على الـ اسمه شنو، على الخدمات المصرفية والمالية بشكل عام في البلد. ده قبيل ده الصورة تكملة اللي يديك. هنا أصدرنا الشهادات بتاعت الناس اللي حضروا الدورة، فبننظف الشهادة. كان هنا الصورة دي كان في واحدة من واحدة من المحاضرات اللي قدمتها في عن ريادة الأعمال ودورة في الدول النامية وكده. كان هو ده بزنس اكسبو ترونهايم، التراك بتاع الستارت اب بتاع انا كنت فيه. دي من المشاكل زي قبل ذكرت لك، نحن بنقدم مشاكل في القرية التكنولوجية، فدي كانت واحدة من المشاكل اللي هو عملناها. كنا اخترنا محور التعليم، كيف نحن ندعم التعليم وكيف نجد لهم حلول، فدي كانت واحدة منها. أنا بقى الصور صراحة السكرين شغال ولا لفت؟ تمام. ف ده بشكل عام عن النرويج وحياتي فيها. انا والله في الصوره بتاع البرلمان ما لقيت، ما اعرف وشت وين. انا قبل طبعا مدير البرلمان النرويجي السابق ومدير التنميه. مدير التنميه شاب عمره 23 سنه، لكن هو الزول اللي بيصدق القروش للدول. فبجد يعني حاجه طيب، اثناء ما بتفتش للصوره يا هيثم كده، ادينا شويه كده خلفيه عن الـ عن الديزاين ثينكينج. طيب، منهجيه الديزاين ثينكينج، منهجيه الديزاين ثينكينج هي عباره عن منهجيه الناس بتستخدمها عشان زي ما ذكرت بتوجد حلول مبتكره. الليله انت عندك مشكله وهتلقى لها حل، لكن لازم تسأل نفسك سؤال، الحل ده هل هو مناسب للفئة اللي انت مستهدفها ولا لا؟ يعني انا دايما بضرب مثال لان الحاجة دي كانت بالنسبة لي حاجة حية، انه الليلة عندنا مشكلة في الأقاليم. يعني مثلا عندنا مشكلة تعليم الفتيات في الأقاليم. يعني انت في ناس طوال يقعد يقول لك خلاص نجيب تابلت والتابلت نجيب فيه نظام بتاع التعليم ونوزعه عليهم، لكن ما هو الإجابة. طيب هم هل عندهم إنترنت متوفر؟ هل عندهم نت؟ عندهم كهرباء؟ ما عندهم. فدائما الحلول بتكون لها علاقة بتتبع المشكلة من أصلها وين لحد ما تلقى لك الحل، وبعدك تعمل تجربة الحل قبل ما تطلق المنتج بتاعك. يعني أنت بتمر بخمسة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الامبثي، اللي هو انك يعني انت تمشي تعيش الشخصيه الدور الزوج اللي تقدم له الحل. يعني ليه لما نجي نشوف في الحكومه بتلاحظ مثلا طلعت قرار، الناس تمشي تعمل القرار الفلاني كده 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 كده. يعني مثلا قالوا والله يا اخي الناس تقدم اللي عندهم معامله حكوميه، الناس تمشي ترسل ايميل. لكن هل الناس في الوضع اللي هم عايشين فيه ده، الحاجه دي بالنسبه لهم ساهل؟ الناس طالبي الخدمه دي هل عندهم المعرفه الكافيه ولا لا؟ بتتقمص شخصية الطرف الثاني
لحد ما شنو تفهمها تماما. بعد ذلك بتمشي للمرحله دي، انك انت بعد ما حصلت انتهيت من الشعور بتجي للمرحله بتاعت الديفينيشن، تعرف المشكله بالضبط ايه تقدر تحلها شنو، عرفت الحل المشكله بالضبط هي شنو. بعد ذلك بتمشي للمرحله بتاعت الايديشن، ايديشن شنو، انا اجيب حلول. دي المرحله بتجيب فيها اكبر كميه من الحلول الممكنه، فتجيب الحلول وتحاول انك انت بعد ذلك تختار الحل المناسب. انتهيت من الايديشن جبت الحل المناسب، بتمشي للمرحله بتاعت البروتوتايب. البروتوتايب ان هي انك تعمل نموذج اولي للخدمه بتاعتك او للمنتج بتاعك. المرحله الثالثه بتعملها تيستنج، تجربه قبل ما تطلقوا الحاجه دي، تجربه، تجيب لك ناس يجربوا المنتج بتاعك، لانه العاده انك انت بتحس ان الحاجه دي سهله الناس كثير تعملها لانه انت خلفيتك سهله، لكن لازم تشوف المتلقي الخدمه دي هيقدر يعمل ولا لا. فحسنا احنا لاحظنا مثلا اكثر الشركات شغاله بيها جوجل، حسنا لما تخش صفحه جوجل في الجوجل ترانسليت ولا كده تلقى في حاجات جابوا لك من غير ما انت تفكر، يعني جابوا لك حكايه انك تصور المستند يترجم لك، جاب لك الصوت انت تتكلم، دي كلها عرفوا مشكلتك وين وحاولوا يقولوا لك لها حل. فبالطريقه دي هو طبعا ده جزء من الـ جزء من الـ او ده هو وصل الناس للذكاء الاصطناعي. طيب نحن فضلينا زي 23 دقيقه يا هيثم، فمن الناس اللي جمع معانا في الزوم اي زول عايز يشارك عنده مداخله عنده سؤال لهيثم مرحب بيه ويرفع يده عشان نخليه نديه الفرصه يعني. طيب يا هيثم في تحيه كبيره والله لبروف عبد الفتاح معانا. بروف عبد الفتاح ده من الناس اللي هموم جدا بقضايا البلد والتعليم في البلد، مع انه هو بيعمل في خفاء يعني ما بيحب يظهر في الصوره، لكن زول هموم جدا، هو مؤسس جامعه الجزيره، انا شايفه معانا في الزوم قاعد. اتفضل يا بروف اعمل ام ميوت. مرحبا، شكرا جزيلا والله يا اخي ياسين والمجموعه والاخ هيثم. انا بامانه استمتعت جدا جدا بالسرد الجميل ده، وخلاني أفكر دائما في تجاربنا هنا. أنا الآن في جامعة اسمها بيردو يونيفرسيتي في ولاية إنديانا بعد جامعة الجزيرة، وطبعا جامعة الجزيرة يعني إحنا كنا من الجيل الأول الأسس جامعة الجزيرة، وخرجنا أول 3 دفعة فيها. وبعد طبعا مجبر اخاك لا بطل يعني يعني النزوح كان ضروري. فبفكر دائما في التجارب، يعني زي ما هيثم اتفضل يتكلم عن الجامعه الاهليه وهي واز امبريست جدا بها لانه ما كان بيفكر في جامعه ثانيه. انا اتخرجت من الخرطوم ودرست شويه في الخرطوم جامعة الخرطوم، لكن الصعب يعني بأمانة عندي لجامعة الجزيرة يعني أحاسيس كثيرة بإنك أنت يو هيلب جامعة الخرطوم لقيناها جامعة، لكن دي هنا هون عملوا البريك أم مورتل، لكن من جات حكاية المناهج وتعملوا تعملوا تعملوا حاجات كذا. فبتخليني كلام الأخ هيثم يخليني أفكر في برنامج نحن عندنا هنا في بيردو بسموه Old Masters Program. الOld Master ما يقصده Age Wise، لكن يقصده إنه الماستر هو Master of his trade أكثر من Master Holder يعني. فبيلسوا لنا لستة بالناس الـ Willing يجي يتكلم على الكلاس بتاعك. فبفتكر إنه مثلا زي هيثم مثلا يعني يمكن انه الكلام الجميل اللي قاله ده يمشي يقوله في الجامعه الاهليه وفي كل الجامعات اللي بتدرس المجال بتاعه، انه يعني الجيرني بتاعته وعمل شنو وكذا وكذا وكذا. اهم ما فيها لو لاحظتوا الريزيلينس بتاعه، يعني الريزيلينس دي مساله جميله جدا ترجمتها، انا دائما بحب ترجمها، طبعا انتوا عارفين الريزيلينس يعني، لكن ومن قصة هيثم دي أفتكر is very appropriate الترجمة اللي أنا ترجمتها عليها، اللي هي تقعد تقوم، يعني always أنت وقعت تضيف على كرعينك وتمشي لقدام.
بعدين المسألة بتاعت أنا what impresses me about هيثم he is always want to improve himself وهيثم عاوز برضو يقدم عاوز to contribute وطبعا يعني دراسة الفشل طبعا الواحد بيحمد ربنا اتحرقت الحتة مثلا يمشي حتة تانية لكن هسه من الاسباب المهمه جدا وانا يعني اترحم على البروفيسور كدوده اللي بيحاول يربط التدريس جوه القاعه بالحاصل في السوق يعني ده اللي كنا نحن بنحاول جامعه الجزيره انه القصه ابلايد انك انت تمشي تشوف الحاصل شنو وبعدين تتعلم تو سولف بروبلمز اكثر من اي حاجه ثانيه فهسه على التجربه دي اتمنى المنتدى بتاعكم ده والله انا رسل لي الرابط هيثم يعني انا ام سوري ما بعرف عنكم اي حاجه يا اخي ياسين لكن اتشرفت بمعرفتكم ومعرفه الجمع الكريم لكن والله انا اي لاف تو بي بارت اوف ذيس يعني لانه حاجه جميله جدا انت كمعلم او مدرس تسمع يعني الكلمات الوفاء يعني هيثم بنتكلم عن اساتذته انا اي فيل فيري جود يعني كانه بيتكلم عني كانه بيتكلم عن الناس المغمورين في السودان بيتكلم عن والقصه ما قصه والله يا اخي لانه راجل ظريف بيتكلم عن اساتذته انت في اساتذه ممكن تكون في 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 الدوك ايه لكن ما بتذكرون تكون اسمهم ما تلقاه لكن ممكن يكون زول داك سي لكن تتذكره لانك اداك ريال education هي it is not about the grade لكن about the education experience فافتكر يعني ما اطول عليكم طبعا المدرسين نظامين يا اخواننا معذره يا اخي ياسين لكن انا والله سعدت جدا بالمداخلات بعدين انت از مودريتر كمان كتر خيرك يعني قدرت تفلفله جميل جدا ترجعه للسعوديه تجيبه النرويج توديه واسئلتك كده فيها مش متابعه وبس فيها كيوريوزيتي جدا انت عاوز تكسبلور الاخ ده وتدي للناس اللي بيسمعوه ذا بيست اوت يعني انت قدرت بامانه تو جيت ذا بيست اوت اوف هيثم ده ممكن يتكلم معاك في كل انا واحد من زملاته في حاجه اسمها سودان نكست جين بتاعت مجموعة كده فده اللي خلاني أتعرف على هيثم فهيثم عنده يعني عنده المبادرات عنده لكن ممكن لو ما بتعرفه لو ما عملت زي ما أنت عملت يا أخي ياسين ممكن يعني هيثم يتكلم معك بس عن الانتربرنورشيب حاجة واحدة لكن ما الكل شكرا جزيلا للفرصة الجميلة وأنا والله سعدت بها جدا وأتمنى أكون يعني على لك ما أعدك ما بنضم كتير زي ده يا أخي ياسين لكن بكون مستمع جيد يعني لو في يعني أنت تكلمت عن فولو أب لواحد سبيكر أفتكر ريما قلت عندها برضو تخصص زي ده والله if I receive an invitation I would love to يعني at least أجي معاكم يعني نعم. مرحبا بك والله يعني شرف كبير لنا الليله يكون معانا البروفيسور عبد الفتاح نور تسلم وان شاء الله يعني انا حتواصل مع هيثم اخذ الكونتاكت ديتيلز بتاعك نعم يعني ده الليله يعني هيثم ده ما في جيبنا لكن نصيب ده مكسب جديد كسبناه يعني بالذات يعني الناس الانشوا الحاجات يعني زي مثلا جامعه الجزيره زي يعني ده نحن ناس زي الاسبوع اللي فات استضفنا بروفيسور نمر ومن هنا نحييه لحد الان الصدى بتاع الجلسه بتاعته يعني تتردد يعني في يا تو واحد في نمر ما شاء الله يعني في مجموعه فكانت يعني حاجه جميله جدا فهو من الناس المشوا يعني كان لسه يعني طالب مشوا اسسوا جامعه الامام المهدي في 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 يعني في السودان فالناس دائما بيكون عندهم بصمات ديل ما يعني ما بيتنسوا يعني زي الاستاذ اللي بيديك سي وبيديك وبتكون لسه عم تذكره يعني فمرحب بك وشرفتنا كثير يا بروف وان شاء الله حنتواصل معاك يعني اكيد يعني ان شاء الله بارك الله فيكم شكرا جزيلا الله يديك العافيه شبابنا اي زول عنده مداخله معانا في يرفع لنا يده عشان اقدر تفضل لنا يعني هيثم حناخذ منك بس حنديك حناخذ منك ثاني 10 دقائق زياده يا هيثم ما في مشكلة أنا أتمنى لو الناس عندهم سؤال في مجال الأعمال والابتكار طيب في أحمد حسين طيب خليني أعمل لك
يا احمد، احمد ممكن تعمل اميوت لنفسك وتتكلم. احمد، السلام عليكم، مساء الخير شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وحمد. الواحد سعيد جدا انه يكون حضور، ومبسوط جدا من التجارب السرة اللي تكلم عنها اخونا هيثم. وحقيقة اخوي ياسين على الادارة الممتازة جدا للحوار، والله دي والمحاور اللي ذكرها اخونا هيثم صراحة دروس وعبر بالنسبة لنا كشباب. وأنا أستاذ ومقيم هنا في دولة الإمارات تقريبا لي 10 سنة، وأخونا هيثم اتطرق لجوانب مهمة جدا، وواحدة من الجوانب اللي أشار لها هو مسألة هو شغال فيها الحين، المسألة بتاعت التراكم المعرفي اتكلم عنها كان دكتور عبد المنعم همت في واحدة من محاضراته في السابقة. اتكلم عن انه مشكلة السودان، مشكلة تخلف السودان او مشكلة تراجع السودان، انه ما في تراكم معرفي، انه ما في تواصل ما بين الاجيال. انا اصغر منكم يعني، والحمد لله يعني من خلال السرد الجميل لقصة نجاح اخونا هيثم ومداخلة البروف والنقاط اللي اشرت لها، في اشياء في غاية الأهمية. انا كمعلم بشوف انه في واحدة غير الجوانب الاقتصادية اخوي هيثم، في السودان عندنا مشكلة بتاعت المسألة بتاعت الالتزام بالمواثيق او اخلاقيات المهنة. دي واحدة من الاشكاليات برضو لازم نحن يعني هي ما مسألة بتاعت قوانين وبس، هي مسألة بتاعت اخلاقيات مهنة في كل مجال، الطبيب، المعلم، المهندس، غيره وغيره، يكون في اخلاقيات مهنه في كل مجال ما الناس تلتزم بها على اساس انه نقدر نطلع بالسودان برا الامان. نعم. واخوي هيثم اذا بتتفق معي في المساله بتاعت مستويات التفكير في مناهجنا، هل مناهجنا دي يا اخوي هيثم هي بتدعم المساله بتاعت المستويات الثلاثه؟ انه بنعرف انه في 3 مستويات في التفكير، يعني ما شاء الله انتم شغالين على الحته بتاعت الديزاين ثينكينج، ده اعلى مستوى من مستويات التفكير في السودان. مناهجنا 30 سنة اللي فاتت دي أو قبل ذلك، إننا تركيزنا كله على المستويات الدنيا اللي هي بتعتمد على الحفظ والتذكر، في غياب للحتة بتاعت المستوى الوسطى والمستوى العليا، اللي هي الوسطى عندنا التركيب، والعليا عندنا اللي هي التخطيط والتصميم والابتكار والتقييم وإلى آخره. هي ما مسألة بتاعت قوانين وبس، هي مسألة بتاعت قوانين ونظم وأخلاقيات، في مجموعة بتاعت أشياء غايبة على أساس إنه نحن نطلع من النفق اللي نحن فيه ده. نعم. وده شغل ممتاز جدا أخونا هيثم، يعني بيتكلم عن إنه يعني لو كان حلم ذاتي، فهمت علي؟ وفقط تركيزه فقط على ذاته، تأكد إنه كان مثلا وصل آفاق أكثر من كده، لكن همه هم وطن، ونحن محتاجين لناس هميمين زي هيثم ديا صراحة يعني، وفخورين بيك صراحة، وشكرا جزيلا. الله يديك العافية. أنا قبل ما أدي المايك لهيثم يعني أشكرك كثيرا يا أستاذنا أستاذ أحمد، يعني أنا صراحة يعني غفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسول، يعني فيعني مهنة التعليم دي يعني مهنة ما سهلة، فبالتالي مفروض الزول اللي بيكون معلم ده مفروض يصل يعني مرحلة يعني ما يدي أي ثغرة في المهنة بتاعته. فأنت اتطرقت لأخلاقيات المهنة، اتطرقت للحتة بتاعت التفكير، فنحن محتاجين نعلم أولادنا في المدارس التفكير. يعني أسأل مثلا هنا أولادي هنا في بريطانيا وكده بيعلمون التفكير، يعني الحتة بتاعت الـ يعني هم من صغار انك انت كيف تعرف تتعلم، كيف انك انت يكون عندك كريتيكال اناليسيس، اللي هو يعني بيجوا بيقعدوا معاي كده، يعني انا ما بتعامل معاهم انه ديل اولادي وكده، انه بتعامل معاهم زي اصحابي يعني، فبيقعدوا بيتناقشوا معاك. يعني حتى سي محمد اللي عمره 4 سنة يا دوب يعني داخل المدرسه، فبيجي بيتكلم معاك بصوره كده يعني ما شاء الله تبارك الله. ده شنو؟ لانه هناك في المدرسه تربى كده، تربى انك انت ناقش، ما تخاف من النقاش. لكن احنا هناك لو يتكلم تقول لك يا اخي الواد ده نظام،
الواد ده معلوم متقعد كده كويس، فدي واحده من الحاجات المفروض احنا نغيرها. شكرا شكرا لك يا حبيبنا واستاذ احمد، وان شاء الله لنا مداخلات ثانيه. هيثم اتفضل. والله يا اخي يتطرق لحاجه مهمه جدا والله استاذ احمد، حكايه الاخلاقيات صراحه دي واحده من الحاجات انا بحسبها عندنا مشاكل في السودان، ما في اخلاقيات في 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 الممارسات المهنيه على مستوى الشغل على مستوى كده، حتى ما في الامانه المهنيه في انك انت تقول يعني انا حاسس في جروب انا طلعت منه صراحه، لانه ما في الامانه المهنيه بتاعت انك انت الحاجه دي جبتها قول جبتها من وين سردتها من وين بعد كده. ففي الحته بتاعت الحته دي بجد بتواجهنا في مشاكل. الحاجه الثانيه موضوع التعليم صراحه، انا ما متخصص مناهج، لكن انا اشتغلت خدمه الوطنيه كاستاذ. انا اشتغلت كاستاذ خدمه وطنيه صراحه، كنت مستغرب زمان اسمع المعلمين 4 شهور 5 شهور ما تدوم مرتبات لكن شغالين، لكن لما اشتغلت انا كمعلم في مرحله الاساس ومعي طلاب يعني كلهم بدهم يعرفوا بدهم يتعلموا، يعني هو ذنب شنو؟ انا الدوله ما مرتب ما اهتمت به، لكن انا هنا دوري ان انا اعلمه هو يعني يتعلم ويقرا. لما جيت للمناهج الكلام اللي ذكرته في بدايه كلامي انه انا الحاجه اللي خلتني انجح كاستاذ للطلبه ديل ان استخدمت المعارف انا استخدمتها في اللابات، يعني التجارب اللي كنت عملناها كلها جيت طبقتها عليها. والله كنت بجيب لهم كوبايه وورقه وكده حاجات من 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 البيئه بشرح لهم عشان يكون عندهم تجربه ثره، لدرجه انه حتى في السودان الكلام ده انا مستغرب من خدمه وطنيه كانوا سالين يعني دايرين يشتغلوا اشتغل معاهم يعني اواصل، وكنت كل ما امشي اجازه في البلد بمشي بشتغل معاهم في المدرسه بدرسهم كده. نعم. المناهج محتاجه غربله، يعني جيبين ذكرنا على التفكير، انا هنا شغال في المدرسه المحاضره الحصه 55 دقيقه 15 دقيقه الاستاذ بيتكلم 25 دقيقه الطلبة يقعدوا مع بعض بيتناقشوا كده، دي الفترة أنا أكون لافي معاهم فيها أنا والأستاذ، بنبدأ نشرح لهم ونسمع كده ويتناقشوا مع بعض، بعد ذاك يقوموا يطلعوا يجي يتكلموا عن الـ عن الحاجة بتاعتهم في 10 دقائق الأخيرة يعني. فبجد أنا واحد من الناس متمني جدا المناهج تتغير، لكن تغيروا في أسس علمية بناس بتاع المناهج، لكن كمان ما ناس عتيقين كمان يعني في 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 العلم يعني بقوا بحر واسع، فانت داير الاساس عشان انت تقدر تنطلق وتقدر تتعامل بها العلم يعني. يديك العافيه. ناخذ مداخله اسراء معانا. اسراء ممكن في الزوم ممكن تعملي اميوت لنفسك وبعد ذاك حندي الفرصه للحارس ان شاء الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير وكيف اخباركم؟ الحمد لله الله يديك العافية. في البداية thanks a lot بجد على الونسة الجميلة الخفيفة دي يعني والمفيدة جدا بالنسبة لنا. ثانيا أنا بس كنت عاوزة أسأل سؤال، إنه نحن دايما يعني أنا واحدة من الناس لما أجي مثلا أخش في كورسات طبعا بفتش على الكورسات الفري، لأنه أنتوا عارفين قصة الدفع العالمية بتكون كيف كذول ما عنده باي بيل، فدايما أنا بلاقي جملة من الناس اللي حواليني بيقول لي إنه الكورسات والمعلمين مستحيل يدوا التعليم المجاني بنفس مقدار التعليم بقروش، يعني هل الحاجة دي صحيحة؟ يعني هم بيقول لي إنهم حيدوك جزء أساس إنه أنت تتطرقي بعد كده وتخشي تاني بقروش، فأنتوا كأساتذة يعني هل الحاجة دي صحيحة في الكورسات بتحصل؟ اول حاجه شكرا لك كثيرا اسراء، الله يديك العافيه. انا حقيقه انا قاعد ادي كورسات يعني فري، بديها فري بالعكس يعني بديها اكثر من الـ من الـ من الحاجه المدفوع علي. المدفوع علي دي ما معروف انه انا امشي ادرس الطلبه او صحح له يعني حاجاتي معروفه، لكن في الكورس اللي بعمله فري ده الكورس ده بتاع يعني انا اللي عملت له يعني انا اللي خططت له وانا اللي نفذته، وبعدين داير يطلع بحاجه جميله وحاجه انيقه وحاجه مفيده، وبعدين عايز فيه الاجر يعني. ف الواحد يعني الاجر ده بيستفيد منه اكثر من القروش، القروش ما بتنتهي لكن الاجر ما بينتهي. فانا شخصيا عن نفسي يعني ما 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 واظن ده كل معظم الناس اللي بيشتغلوا الشغل التطوعي طالما هو زول طلع واشتغل الشغل التطوعي ده معناه هو ذاته اصلا ما 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 انسان عادي يعني. ف
فبالتالي ما حيكون بالصورة دي يعني. لكن مرات في كورسات مثلا في 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 كورسات اونلاين بيقوموا بيدوك كورسات فري على اساس انه دي شنو زي الضواقه كده يعني، بقول لك يا اخي انت عشان تعرف بيها الحاصل شنو، لو عجبك تعال اشتري مننا، لو ما عجبك مع السلامه يعني ما في مشكله. لكن يعني دي 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 حاجه بتاعت ماركتنج يعني، ممكن هيثم يكون فاهم اكثر مني في الحته دي. اما بالنسبه لي انا كزول بدي كورسات مجانيه وكده يعني مستحيل اعمل حاجه زي دي يعني، انه انا لانه اصلا ما عندي كورسات ببيعها يعني، او ما 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 يعني ما يعني شغلي في الجامعه ده شغل تدريس ده وراه ما عنده علاقه بالشغل الحاجه اللي انا بشتغلها يعني. فاتمنى اكون انه جاوبت لك اجابتك الصحيحه، الاجابه الصحيحه لسؤالك يعني. هيثم يديك العافيه يا اسراء. زي ما قال انا ما حضيف كثير على كلام اخونا ياسين، لكن ده اقول لك حاجه بالنسبه لنا نحن يعني، انا ما حقول كلنا الناس اللي اول حاجه نحن بنحس بدور يعني هي زي البيباك، نحن زي بنرد الجميل للمجتمع اللي احنا بننتمي له. فبعد ذاك نحن دورنا نديكم المعلومه الصحيحه، انا اقوم اديكم عشان كده ما بناخد عليها قروش زي ما قال لك، انا ده الاجر علم ينتفعوا به، دي واحده من الحاجات الصدقات اللي بتكون جاريه للبني ادم. فنحن بنكون حريصين انه ندي المعلومه بالكامل للزوج عشان يستفيد منها طالما انا قررت كده. لكن في حاجه يا اسراء، انت طالما انك انت وصلت مرحله تخرجت من الجامعه لازم يكون عندك الحته بتاعت انك انت تكوني عندك الحته بتاعت البحث تجيب معلومه. اي زول وصل مرحله الجامعه خلاص انت بعد بك عندك الملكه انك تجيب معلومات. انا واحد من الناس، انا كهيثم الكاشف ده في محاضرات كثيره قاعد اخذها مجانا، انا بيهمني شنو؟ بيهمني التايتل المعلومات الاساسيه يعني. انا بخش كورسيرا بخش كده بلقى لي مثلا موضوع عجبني بمشي بلقطه بجيبه. بعد ما بكون ده طالما انت وصلت الوعي والنضج في انك تجيب المعلومه وتقارن وتحلل، انت بعدك ما عندك مشكله. اذا كان الزول خلص البكالوريوس هو بعد بقى مرحله ممكن يعمل بحث في الماستر، ممكن يعمل بحث في الدكتوراه. اذا انت عندك الملكه انك تاخد ماده علميه. هسه انا في ماده علميه بقدمها دي انا قاعد اخدها، ما في زول يعني ما قاعد اعمل لها كوبي بيست، بكون بجيبها ليه؟ بقارن وضع السودان، بجيب المعلومات اللي كانت عندي عن الوضع الحالي، بجيب معلومات كذا كذا كذا، الناس محتاجه شنو، بقوم بديهم لهم في باكج بسلمها لهم. فطالما يا اسراء انك انت حابه تتعلمي، ادي نفسك مساحه انك انت تجيب المعلومات تفتشيها وتحلليها، بس بتكون دايره زول يراجع معك انه المعلومه دي غيريها بدليها كده. وده اتمنى اكون جاوبت لك يا اسراء. الله يديك العافيه. ناخذ الحارس، ممكن تعمل أميوت لنفسك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحارث محمد يوسف، طالب دكتوراه جيولوجي بترول. سعيد جدا جدا بالتواصل معكم، خصوصا بحضرة البروفيسور عبد الفتاح. يعني شرف إنه الواحد الليلة يكون ويتكلم معه مباشرة. نحن في السودان نيكست جين، لكن اليوم يعني شرف انه الواحد يعني يتكلم معه. تحيه لي وبروفيسور والصديق الحبيب هيثم، استاذ هيثم يعني الشاب صراحه يعني مش قدامه قدامكم يعني، من الشباب الطموح جدا جدا ومعرفه شخصيه، ونتمنى له التوفيق دائما ان شاء الله في مسيرته العمليه والعلميه. واستمتعنا كثير جدا يعني بالحديث السر وبتجاربه والعمليه، واكيد بإدارتك يا أستاذ ياسين لينا يعني عظيم الشرف برضو بالتعرف عليك، ويا ريت يعني تواصل ونلاقيك فيه. وأنا والله صراحة ما عارف أنتوا أينا، لكن يعني عرفنا الرابط وكذا وجينا عشان نعرف أكثر وأكثر عن خبايا يعني وإنجازات الحبيب هيثم. فشكرا لك. وفي حاجات كذا بس إضافة يا أستاذ هيثم، أنتوا ليش ما يعني مثلا لما تفكروا في قصه حلول للمعوقات زي ما ذكرت كبير في الاستثمار وطرق الاستثمار وكذا، ليه يعني مثلا ما كتبتوا كأنتوا مهتمين ومختصين في المجال بتاع الاقتصاد والاداره وكذا، ما عملت بحوث او دراسات في المشاكل والمعوقات مثلا المستثمر الاجنبي، خصوصا تكلمت عن مجال البترول ونحن مثلا يعني اهتمامنا ودراساتنا في البترول وكذا، المستثمرين بيجوا العقبات اللي بتواجههم، انتوا مثلا كيف يا اقتصاديين او مثلا مهتمين في المجال بتاع الاقتصاد والاستثمار تعملوا بحوث ودراسات؟ وكمان استاذ ياسين يبدو انت انسان برضه مهتم في المجال،
فكمهتمين كده، والناس المتابعين ربما يكون في ناس يعني عندهم اهتمام أكبر، عملوا دراسات، عملوا مثلا بحوث في الحاجة دي على أساس إنه مثلا تتقدم مثلا للحكومة عشان الحكومة مثلا من خلالها تستفيد وتخلي الاستثمار يجي والشركات الأجنبية تجي والبلد تتفتح، يعني كغيورين أو كناس محبين إنه مثلا السوداني يبقى الأول ويعود للريادة من جديد إن شاء الله. وشكرا لكم كثير جدا، وتحياتي مرة ثانية للحبيب هيثم وأستاذ ياسين وبروفيسور عبد الفتاح والإخوة الموجودين، وشكرا لكم، السلام عليكم. الله يديك العافية يا حارس. يعني أنا سعيد جدا جدا بك وببروف يعني عبد الفتاح، لكن ما حخليهم بعد ننتهي من اللايف ده ما تطلعوا، يعني خليهم قاعدين عشان نقدر نتبادل الكونتاكت ديتيلز وكده. فأول حاجة كتر خيرك، يعني أنا زول ما بتاع ما بولوسي ميكا زي ناس هيثم ديل، ناس هيثم ديل ما خبرة وكده، يعني أنا زول بس مع الطلبة الشباب الصغار ديل، يعني إنه نعلمهم يعني إدارة المشاريع، نعلمهم التفكير الإبداعي، يعني نجيب لهم قصص كده ملهمة، نجيب لهم قصص كده يعني تخليهم إنه يعني يحسوا بنفسهم، يحسوا بنفسهم إنه هم موجودين وهم بيقدروا يعني يواصلوا، يعني رغم الصعوبات في الحياة. إحنا مقدرين يعني إنه الحياة دي ما سهلة، وبالذات يعني الوضع في السودان يعني الوضع يعني سيء جدا جدا، يعني الواحد يا ريت لو كان عنده عصا موسى يقدر يغير يعني، لكن يعني بس إيمان منا بأنه الواحد يعني عنده قدر الحاجة، زي ما بقول دكتور أنور، فبقول لك عندك اللي هي الشعار بتاع الثورة، عندك خط ما عندك شيل يعني. فنحن ده دي الحاجة اللي شغالين بيها. أذكر بس أو للحارس وبروف عبد الفتاح، نحن مبادرة الباحثين السودانيين هي منصة ضخمة جدا في شبكة في الفيسبوك، يعني أصل الأعضاء بتاعنا قريب 700,000 عضو، وعندنا مشاريع جانبية، عندنا يعني أساتذة، عندنا خبراء شغالين في كل المجالات، يعني عندنا يعني مشاريع تقريبا أكثر من 17 مشروع ديال شغالات مع بعض. فيديك العافية، وإن شاء الله أنا بعد شوية هاخد الديتيلز بتاعتكم. هيثم كلمة أخيرة، رد علي 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 حارس وقول لنا كلمة أخيرة عشان الوقت مشى. طيب بالنسبة للحارس، أول حاجة كلامك جميل. أنا واحد من الناس حل المشكلة الأساسية بتاعتنا في الخدمة المدنية. يعني أنا يعني أبوي كان بيقول لي الحاجة دي لما كنت بقول لي يا أخي أنا مفترض، يقول لي مين اللي افترض؟ من وين جبت المعلومة؟ ويمكن زول جاب المعلومة قبلك. فبتذكر اول ما جينا بدينا نشتغل احنا في كبحث، ما يعني بجد ما تتخيل كميه الناس اللي بيشتغلوا، لكن زي ما بقول شغالين انديفيديوال، ما في حاجه قادره تجمعنا، كل الناس شغالين براهم بيعملوا بحوث. اول ما الباشمهندس محمد عمر هو مرشح للوزاره وزاره الزراعه، كان عمل ابحاث في الخبز المخلوط. فبتذكر انا نشرت الحاجه دي في واحده من الجروبات، فقام واحد قال لي يا اخي سنة 1980 قال البحث ده موجود قاعد في مركز البحوث الزراعية تقريبا أو الأغذية، مش متأكد. المهم البحث في بحث قريب له اشتغل وتم إجازته. فنحن المشكلة بتاعت إنه نحن ما نقدر نشتغل من غير الحكومة، دي كلها بتكون مبادرات فردية، لكن نحن ما لم الخدمة المدنية السودانية بتاعتنا تنظف ويجوا ناس كفاءات يمسكوا الدولة، بعد ذاك أنا بعرف أوراقي دي بقدمها وين. أنا عندي اشتغلت، قدمنا يعني أزمنا الكيزان، رفعنا بيبرز وكده، وحسي إن إحنا مستمرين، لكن لا حياتي من الدنيا دي. عشان أثبت لك، حسي أنا قبل ذكرت عندنا زميلنا حسام الدين إسماعيل ومعاه جروب كامل شغالين في مجال الاقتصاد وعندهم حلول، وكم مرة تم دعوتهم لمكتب حمدوك، وكم مرة تم دعوتهم لمكتب هبة، وقعدوا معاهم واستمعوا عليهم، لكن ما في فيدباك. يعني احنا بنسمع لكن احنا ما بنطبق. لكن عشان كده احنا هسه شغالين اكثر حاجه في مجال التوعيه. يعني مثلا دي فرصه انا كنت قدمتها، لو لقيت فرصه ثانيه بقوم بقدم. المره الجايه ممكن انشر المعلومات اللي كان عندي بشكل دقيق اكثر في المجالات العلميه. انا هسه في مجال رياده الاعمال انا عندي بحث وافي وشامل وكامل، فيه ملاحظة، فيه جمع داتا، فيه تحليل، في النهاية عندي استميتد كده معلومات كافية عن الوضع في السودان بخلينا من أجي أتقوقع مع متخذ قرار.
بقدمه. انا في اجتماع قعدت مع مدني عباس مدني السيد الوزير والسيد وكيل الوزاره السيد اسماعيل، ومؤخرا التقينا بهمرور اللي هو مدير الابحاث الصناعيه تقريبا. ففي مشروع زي ده انه بدا يعني نحن بدينا نتكلم معاهم عن حلول، ففي اتجاه ان هم يبدا يسمعوا لنا وكده يعني. قبل ما نختم، انا زي ما ذكرت انه انا في حاجه معينه بس داير الناس تشوفها. لو سمحت لي ياسين، اللي هي الحته دي انا ما عارف فيها ظاهره شنو في الصوره، ظاهر الفايلات بتاعتك يعني، ما ظاهر الصوره الكبيره دي. اوكي تمام، دقيقه لا لسه ما ظهرت، معليش. طيب دقيقه، ايوه دي، ده اياد محمد عرفه صاحبي. نحن لما بدينا بزنس وشغالين تجاره، لو لاحظتوا بجنبه في تلفون كنار قاعد. تلفون كنار ده اول انقاذ لنا في النت. شفت التلفون ده؟ بنجيبه ونعمله بيكب ونوصل في اللابتوب بتاعنا، الناس ما بيمشي يشتغل. الناس يا اخواننا بيفتكروا انه عشان تبقى رائد اعمال تمشي تعمل لك مكتب وتدفع وتجيب لك كده وتقعد وبيئه، زي في واحد في السعوديه قام اشترى لابتوب ابل واشترى بيجي يمشي يقعد في ستاربكس، قال انا كده بقيت مهيئ اني ابقى رائد اعمال، يعني لانه دي الحاجه مرتبطه ذهنيا برواد الاعمال. فنحن كلنا بندير مكاتبنا من الحدائق زي دي، منتزهات زي دي. فده يا محمد عرف الله يديه العافيه، انا ما استاذنته انشر صورته، لكن شايفين قاعدين ده التليفون بتاعنا بنوصله في الانترنت، ومن هذا وجنبنا صاحبنا رائد، بس انا ما جبت صورته عشان هو راقد. فقاعدين بندور شغلنا وبحوثنا وكده، والانترنت الساعه تقريبا كان بجنيه الزمن ده، فبنجدد. فيا اخواننا الفرص بتاع انكم قمتوا تتعلموا حسي بالنسبه لكم اكبر. انا زمان كنت بمشي النت كافيه عشان انشر معلومه، حسي المعلومات بقت انتوا في الموبايل بتاعكم في الواتساب ممكن تنشروها. احنا زمان كان عندنا قائمه الايميل، ولو كتبت حرف غلط الايميل ده ممكن ازود انا ما فيه كله. ففي فرص كثيره مواتيه لكم انكم انتوا الناس تشتغل على الحاجه دي. في حاجه انا قبل ما قدرت اذكرها، اللي هي نحن اسسنا اول رابطه طلاب شارع عربيه، اللي هو نحن كنا دايما نحس انه نحن نسترد الحقوق بتاعت طلاب شارع عربيه، الموضوع بتاع دفع الدولار بتاع التمييز ضدهم وكده. وانا تشرفت بان انا اكون اول رئيس المؤتمر التاسيسي، ودي تحيه كبيره جدا للناس اللي اشتغلوا معانا في رابطه طلاب الشهاده العربيه. الكلام ده في بدايه الالفينات 2003 2004 تقريبا. فتجربه كانت حلوه وجميله. لكن الحاجه برضه اللي انا اقولها الناس، طالما انتم قاعدين مع الدكاتره اللي عندكم في الجامعات توثقوا. انا والله اتمنى 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 تكون عندي صور مع الاساتذه بتاعي في الاهليه، كانت تكون متمني يكون عنده صوره مع بروفار وكدودة، لكن للاسف انا ما عندي الحاجه دي. فانتوا استغلوا فرصه انكم انتوا موجودوا في الجامعات، تعلموا من الاساتذه، تعلموا من السناير، ابحثوا عن المعلومات، حللوا المعلومات، اخذوا المعلومه الصحيحه، وتاني ما بتكون عندكم مشكله وما تكون عندكم عوجه. الله يديك العافيه هيثم. طبعا الليله يعني صاحبي حكى لي طرفه او قصه يعني. فهو عايش في كندا، فقال انه صاحبه سوداني بيسوق تاكس. فالسوداني ده في واحد بيضرب له يوميا، بيجي بيسوقه بيوديه مشوار وبرجعه، فبيدفع له $20 يعني في المشي والجاي. يعني الراجل ده بيمشي بيشتري عيش ب $10، تمام. فالحاجه دي بتحصل يوميا، فالراجل ده بيضرب للسوداني ده، السوداني ده بياخده، الراجل ده بيجي يجيب العيش يوميا. الحاجه دي ما وقفت يعني. فالسوداني يعني حس انه الموضوع يعني هاي كويس معه، يوميا 10 $20 دي ساط يعني، على الاقل حق البنزين بتاع الاسبوع يعني. ف يعني بعد ذاك المهم قام سال الراجل، قال يا اخي اسمع ليش، انا مبسوط انه انا اوديك واجيبك يعني، ده معنى، لكن حب استطلاع كده يعني، انت ايش معنى يعني ما في مخبز جنبك ليه بتمشي المشوار ده؟ انت الزول ده بتحبه يعني؟ ده لو بالعكس زول صغير جدا وسخيف، ويعني تعامله يعني كريه جدا. طيب قال لي ليه عيش وسمح؟ قال لي بالعكس عيش وما سمح يعني. طيب ليه بتمشي له؟ قال لي لانه ده يهودي زي دي، يهودي زي بينفعني، تمام. فنحن المفروض يعني نحن يكون عندنا الحاجه دي، انه في النهايه نحن سودانيين، انه نكون مع بعض يعني، يعني نغطي غلطات بعض، نسامح بعض عشان نمشي لقدام يعني، لانه في النهايه يعني دي بلدنا ودي
يعني زي ما تقول شنو، ما يكون بس يعني البلد بلدنا ونحن هلا، ما تكون كلام بس، يعني تكون برضو عطاء. يعني في الختام طبعا اشكر الاخ هيثم، يعني شكر يعني كثيرا، حتى كلمه الشكر ما بتوفي والله، ساعتين وتلت يعني ما حاجه سهله، وبعدين الشغل اللي في الباك جراوند يا هيثم انت فاضي البوستر. واحب اشكر الشباب اللي بيشتغلوا لنا البوستر بتاع الونسه دي، يعني شابين يعني ما شاء الله تبارك الله في السودان والله، يعني مع الصعوبه بتاعت الانترنت والريسورسز التعبانه دي، الشباب ده بيطلعوا لنا شغل ما عادي، اللي هي البوسترات اللي انتم بتشوفوها بتاعت الونسه دي ذاتها يعني. فالشكر ليهم باشمهندس عمر دوني و احمد وعبد الله كمال، يعني فالشباب دول والله شباب رائعين جدا. انا قلت لهم يا شباب طيب ما نيجي نعمل لكم دعايه، يعني كل مره في اي بوستر اكتبوا لنا اسمكم. فعمر ده رد علي رد عجيب خلاص، قال لي يا اخي اسمع، قال لي والله ربنا الحمد لله رب العالمين شغال مع شركات وشغال شنو، فيا اخي الشغل ده خلونا بس نساهم معاكم بالاجر بس، يعني ما دايرين منه اي حاجه يعني. فالتحيه ليون والله يعني بجد يعني، والتحيه للاستاذه رغية برضه معانا في الباك جراوند في الاعداد بتاع البرنامج، والتحيه برضه لاخونا الكبير دكتور انور، دفع الله الليله ما موجود لظرف اطاري المفروض يكون معانا، والتحيه للباحثين السودانيين جميعا، ولجميع السودانيين، لجميع الاساتذه، لجميع الذين علمونا حرفا في الحياه يعني. كتر خيركم كثير، ونلتقي ان شاء الله الخميس الجاي، وأمسية جديدة من أمسيات ونسى على دروب النجاح، والسلام عليكم.